أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. بادئ ذي بدء، نتقدم إلى ساحة القداسة إلى مولانا وسيدنا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد أمه الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه الذكرى التي توافق يوم 3 من جمادى الآخرة، وهو القول الأثبت والأصح عندنا. وبهذه المناسبة ارتأينا أيها الإخوة أن نخصص الحديث في ورقتنا البحثية لهذا الأسبوع من البث المباشر عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وطبيعة الصراع الذي كان بينها وبين الطاغية الأول أبي بكر ابن أبي قحافة لعنة الله عليه. هذا الصراع لم يكن بطبيعة الحال صراعا دنيويا، وإن كانت الناصبة تحاول أن تصوره هكذا. يدعي النواصب أن الزهراء صلوات الله عليها والعياذ بالله إنما كانت تطلب الدنيا بمطالبتها بفدك نحلتها من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن حقيقة الأمر ليس هكذا. الصراع كان بين سيدة ثارت لأجل الإسلام مع طاغية كان يحاول هدم الإسلام من الداخل. إنه صراع بين سيدة هي سيدة الإسلام المؤتمنة عليه، والتي رأت انحرافا خطيرا قد وقع في المسيرة الإسلامية بعد انقلاب السقيفة الأسود المشؤوم. الصراع كان بين هذه السيدة الحريصة على أن تبقى المسيرة الإسلامية معتدلة في وجهتها الصحيحة، وبين طاغية منافق تولى السلطة فلتة، كما أقر بذلك قرينه الطاغية الثاني. هنا تساؤل يدور في أذهان الكثيرين، أنه لماذا أصر ابن أبي قحافة على حرمان الزهراء عليها الصلاة والسلام من حقها؟
في حين أنه لم يحرم آخرين من حقوقهم ولم يطالبهم ببينة، كما سبق وعرضنا نموذجا من ذلك أو مثالا، وهو ما يتعلق بجابر بن عبد الله الأنصاري الذي روى أهل الخلاف أن أبا بكر لما سمع منه أن النبي صلى الله عليه وآله قد وعده بنصيب من مال البحرين فإنه قد أعطاه إياه فورا بلا بينة ولا مجادلة ولا تردد ولا شيء من هذا القبيل. وكذلك غير جابر مما لسنا أو ممن لسنا بحاجة إلى إحصائهم. فما الذي جعل الزهراء وحدها صلوات الله عليها تتعرض إلى هذه الظلامة؟ وما هي شأنية فدك وشأنية الأنفال وشأنية ما تبقى من خمس خيبر، بل الخمس كله، وما شأنية العوالي والحيطان السابع؟ ما شأنية كل ذلك الذي دفع أبا بكر لأن يعض عليه حريصا على أن لا يسلمه للزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ ولماذا عاند عليا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وعاند من شهد للزهراء عليها السلام بأنها صاحبة الحق كأم أيمن مثلا، وكأسماء بنت عميس على رواية؟ ولما كل هذه المجادلات بينه وبين الزهراء صلوات الله عليها تأتيه بالحجة تقرعه أو تقرعه بها وهو في المقابل يتعنت ولا يقبل، إلى أن تبلغ سفالته مبلغ أن يشتم الزهراء صلوات الله عليها ويشبهها والعياذ بالله بأم طحال الزانية؟ فلماذا كل هذا؟ ما هو الدافع لأبي بكر أن يفعل كل هذا؟ الجواب أيها الإخوة من وجوه. أولا، كمقدمة علينا أن نلاحظ أمرا مهما جدا. أبو بكر لم يكن رجلا غبيا، لم يكن رجلا ساذجا، أبو بكر كان داهية، كان أحد دهاة قريش كما ذكرناه واستخرجنا الشهادة عليه من مصادر أهل الخلاف في سلسلة محاضرات كيف زيف الإسلام. لم يكن أبو بكر بالرجل الساذج، إنما كان ماكرا داهية، يعرف كيف تقتنص الفرص، يعرف من أين تؤكل الكتف، وكان ذكيا. ومن مكره ودهائه أنه علم أنه سيفقد كرسيه الذي لم يكد يهنأ به إذا ما استجاب للزهراء عليها الصلاة والسلام وأعطاها ما كانت تريد. علم
بأن استجابته للزهراء صلوات الله عليها وامتثاله لأمرها ولأمر علي أمير المؤمنين ولي العهد والخليفة الشرعي صلوات الله عليهما وآلهما، هذا سيفقده كرسيه الذي لم يكد قد تربع عليه إلا لبضع أيام بعد الانقلاب. لذلك أبدى أبو بكر مقاومة عنيفة وعصيانا شديدا وحرصا أكيدا على عدم الاستجابة للزهراء أرواحنا فداها. لهذا أصر إصرارا غليظا على أن يحرم الزهراء عليها الصلاة والسلام من حقها. لماذا؟ أعني لماذا نقول أنه إن استجاب وامتثل فإنه سيفقد كرسيه وستتبخر أمانيه في أن يبقى ملكا وحاكما يبدل من الإسلام ما يبدل ويحدث فيه ما يحدث؟ لماذا كانت استجابته للزهراء عليه السلام ستسبب كل هذا؟ الجواب: أولا، إنه لو استجاب لأظهر رقة ولينا يعطي انطباعا لدى جبهة المعارضة الشرعية المتمثلة بأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، يعطي انطباعا بأن هذا الحكم الانقلابي قابل لأن يخضع ويتراجع. وهذه الصورة من الناحية السياسية تضعف هيبة الحكم، وإذا ما ضعفت هيبة الحكم فإن ذلك يؤدي عاجلا أم آجلا إلى إضعاف الحكم ذاته، وإذا ما ضعف الحكم ذاته فإن هذا يؤدي عاجلا أم آجلا إلى زوال هذا الحكم. لنضرب مثالا معاصرا، النظام المصري الذي سقط، لو تتبعنا مراحله التاريخية لوجدنا أنه هيبته، هيبة الحكم، هيبة النظام كانت في تناقص. مثلا في زمان جمال عبد الناصر لم يكن أحد داخل مصر يتمكن من أن يفتح فاه بكلمة واحدة معارضة لسياسة النظام، ولذلك إن الذين خاطروا وفتحوا كتنظيم ما يسمى بالإخوان المسلمين زج بهم في السجون، وقتل منهم من قتل وعذب منهم من عذب في زمان جمال عبد الناصر. جاء زمان أنور السادات الخائن، وكلهم خونة بطبيعة الحال. جاء زمان أنور السادات والأمر كان على حاله، إلا اللهم من شيء من الانفراج النسبي المتذبذب. يعني أنور السادات أظهر في بداية حكمه شيئا من الانفراج، أعطى شيئا من الحرية النسبية ما كادت لتستمر حتى ذبذبت من جديد، وأيضا ملأ سجون مصر بالمعارضين.
خاصة بعد اتفاقية الخيانة في كامب ديفيد. جاء زمان حسني مبارك والأمر على حاله، ولكن إذا لاحظتم في الأعوام الأخيرة من حكم حسني مبارك كنت تتفاجأ بأن هنالك أصوات معارضة تتعالى وتصيح دون أن يقع عليها شيء. تجدهم في نشرات الأخبار يصيحون بشتم حسني مبارك ونظامه ولا يقع عليهم شيء. رؤساء أحزاب وناشطون وحركة كفاية، سامعين بحركة كفاية، وكانت تجري مظاهرات، مقالات في الصحف ضد حسني مبارك، كتب تؤلف ضد حسني مبارك، ترسم فيها صورته على الغلاف بشكل هزلي. لا أقول أنه لا تقع مضايقات لهؤلاء المعارضين، كانت تقع مضايقات، كانوا يؤذونهم بنحو ما، ولكن من حيث المجموع إذا ما قارنت هذا الزمان بزمان مثل عبد الناصر مثلا لا قياس. وهذا كان من جملة ما يفخر به أزلام حسني مبارك في ردودهم على المعارضين، أنه انظروا السيد الرئيس ماذا يعطيكم من حرية، اللي أنتم أكبر دليل على الحرية أنكم شوفوا شلون تتكلمون ولا شيء يقع عليكم. بطبيعة الحال لم يكن عدم وقوع شيء عليهم ناشئا من أن حسني مبارك كان ديمقراطيا مثلا أو كان يقبل بالصوت المعارض، لا، وإنما لأنه لا حيلة له، نظامه ضعف، هيبة نظامه سقطت، روائح الفساد في هذا النظام أزكمت الأنوف، الفضائح المالية والفضائح الأخلاقية وما إلى هنالك، فصار هنالك نوع من التململ والضجر وانكسرت شوكة النظام. وهذا الانكسار يمكن ملاحظته تقريبا هكذا حسب يعني قراءتي، تقريبا في النصف الثاني من التسعينيات، يعني بدأ الانكسار يلاحظ بشكل جيد على النظام المصري، إلى أن توج هذا الانكسار إنجاز التعبير بسقوط النظام في السنة الماضية. فلو أن حسني مبارك اتبع سياسة جمال عبد الناصر منذ بداية ظهور حركة التململ والضجر ومنذ بداية ملاحظة هذه الخدشات له وللنظام من قبل المعارضين، يعني أبدى صرامة وأبدى عنفاً مبالغا فيه مثلا، لما كانت هيبة النظام قد سقطت، وبالتالي تؤدي إلى إضعاف النظام ومن ثم سقوط النظام ذاته. هذه سياسة كان يتبعها مثلا صدام. صدام ما كان يسمح إلى أواخر أيام حكمه، ما كان يسمح أبدا بوقوع ذرة انفراج إنجاز التعبير أو أن يسمح بأي صوت معارض على الإطلاق، كان يريد إبقاء الوضع على ما هو عليه، حالة رعب عام. هذا مثال معاصر. ومثال آخر هو في طور السقوط، وهو مثال حكومة آل الصباح،
في الكويت. أيضا الأسرة الحاكمة الكويتية كانت تتمتع فيما مضى بنوع من الهيبة، بنوع من الاحترام في أوساط المجتمع. كان المساس بأحد من أبناء هذه الأسرة يتوقف عند خطوط حمراء، فكيف بالمسؤولين من هذه الأسرة؟ كيف بكبار هذه الأسرة؟ كيف بأعمدة هذه الأسرة؟ أما الآن فسقطت هيبة هذه الأسرة لدى الشارع العام الكويتي، سقطت الهيبة بحيث أنه لا يتوقف أحد إلا عند سقف أمير البلاد، ومع ذلك هذا الوقوف عند هذا السقف هو وقوف مرحلي سيتجاوز، وقد تجوز أصلا. في ثنايا تصريحات المعارضين تجوز هذا السقف. ما الذي أدى إلى مثل هذا الإضعاف؟ هنالك عامل لا شأن له بموضوعنا، وهو عامل الصراعات فيما بين نفس هذه الأسرة. بدأت هذه الصراعات من سنوات واستفحلت فيما سمي أخيرا بأزمة الحكم، لما مات أو هلك الحاكم السابق جابر. بعد ذلك وقعت أزمة حكم بين قطبين رئيسيين في هذه الأسرة الحاكمة. القطب الأول هو الأمير الحالي صباح الأحمد، والقطب الثاني كان سالم العلي رئيس الحرس الوطني، وهو أكبر شيوخ آل الصباح سنا، وكان ذاك يريد إبقاء الحكم صوريا للعليل المريض سعد العبد الله كواجهة حتى لا يأتي صباح الأحمد ويخترق ويعني يستحوذ على الحكم كله. فوقع هذا الصراع بين القطبين ولأول مرة في تاريخ الكويت، والخطأ القاتل الذي ارتكبه القطب الأول الذي هو صباح الأحمد الحاكم الحالي هو أنه استقوى بنواب الشعب، استقوى بالبرلمان، جعل البرلمان يصوت للمرة الأولى على إزاحة الأمير الرسمي اللي هو كان سعد العبد الله، إزاحته عن الحكم وتولية صباح الأحمد مكانه. هذا الأمر أشعر هؤلاء النواب وبالتالي من وراءهم من مختلف فئات المجتمع، أشعرهم بأن لهم قيمة وأن الأسرة الحاكمة بحاجة إليهم لتثبيت أركانها. وهذا أسهم في ماذا؟ في أنهم يستشعرون أن لهم اليد الطولى على الأسرة لا العكس. لهم أن يزيحوا من يزيحوا، لهم أن يرفضوا من يرفضوا، ولذلك بدأت موجة التطاولات إلى أن بالفعل استطاعوا أن يسقطوا رئيس الوزراء السابق. فهيبة الحكم في الكويت ماذا؟ تبددت، ذهبت. لو أن هذا الحكم لم يستقوي بهؤلاء وأبدى منذ الأيام الأولى من نشوء ظاهرة التطاول على رموز الأسرة الحاكمة، أبدى صرامة أو عنفا، فإنه ما كان لأحد بعد ذلك أن يتمكن
من أن يتحكم في قرارات هذه الأسرة، وأن يسقط من يسقط من رموز هذه الأسرة، ومستقبلا سيتحكمون بالفعل من في من سيتولى أصلا مقاليد الحكم. وشيئا فشيئا بالفعل الكويت تتجه عاجلا أم آجلا إلى أن تصبح إما ملكية دستورية، يعني مجرد الأسرة الرمز والحكم الفعلي ورئاسة الوزراء هي للشعب، كل ذلك للشعب، أو أنها ستتحول عاجلا أم آجلا إلى جمهورية. وهنالك خيار ثالث، أنها المقومات الدولة هي ذاتها يعني تسقط أو تتهاوى، وبالتالي الدولة بذاتها تذهب، وليس شرطا أن تذهب اسميا، لا، قد تبقى اسميا لكنها في الواقع والمضمون بلا دولة، مثل لبنان مثلا. لبنان ليست بدولة، لبنان حارت كل من إيده إله، ماكو دولة، اسما دولة ولكنها ليست هكذا. الكويت تتجه إلى حالة من هذا القبيل، إلا إذا ظهر يعني رجل باطش من الأسرة الحاكمة مثلا يستطيع أن يستعيد من جديد هيبة الحكم وهيبة الأسرة الحاكمة، ويبسط نفوذه ويهيمن على مجريات الوضع في الكويت ويكتم الأنفاس، يعني لأن الوضع خلص استفحل انتهى. شاهدنا هو هذا، أبو بكر كان مدركا أنه لا بد أن لا يقع في هذا الخطأ، رجل ماكر، هو يعلم بأنه قد وصل إلى الحكم بانقلاب، وبالفعل فلتة هكذا. والآن الزهراء عليها السلام خصم خطر، يعني ناهيك عن كونها سيدة الإسلام، ناهيك عن كونها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ناهيك عن كون أن القلوب والعواطف إجمالا معها، فإنها لا تجارى في الحجة، يعني ما يقدر، يعني ماكو قياس أن يجاري الزهراء عليه السلام في الحجة. ولذلك شوف الزهراء عليه السلام حشرته في زوايا جدا ضيقة أثناء المحاججة معه في خطبتها في المسجد، اللي لم يحر أخيرا جوابا، ومع كل تصنعه طوال الفترة السابقة، مع كل حرصه على أن يبدي عطفا ورقة وأن يتمظهر بمظهر المشفق على الزهراء عليه السلام، وأن يقول أنك أحب إلي من ابنتي، وما أدري لو كنت أملك الأرض ذهبا لأعطيتك، وأنت مصدقة في دعواك غير مدفوعة عن حقك، كذا، مع كل هذا التصنع، مع كل هذا التمظهر وضبط الأعصاب، أخيرا حينما لم يجد جوابا انفجر فأظهر وجهه الحقيقي وشتم الزهراء عليه الصلاة والسلام وشبهها بأم طحا. هذا معناه ماذا؟ أنه يعلم أن الزهراء عليه الصلاة والسلام لا تجارى في الحجة، أنا خسران، لا أتمكن من أن أبقي هذه الحالة. تجيني الزهراء مرة ثانية وثالثة ورابعة وتتمرد علي في المسجد، هاي سوت بي خطبة واحدة، جاءت خطبت في المسجد من وراء ستار، من وراء ملاءة، كل المهاجرين والأنصار بدأوا يبكون، صار مجلس عزاء وصياح، والناس بدأت تراجع نفسها أنه يعني كيف إحنا نقف مع أبي بكر ضد الزهراء عليه السلام، صارت بوادر تمرد. يعني أثرت الزهراء تأثيرا عميقا في النفوس، تأثيرا عميقا. هذا كان خطر بالنسبة إلى أبي بكر، جدا خطر.
طيب إذا استجاب أبو بكر، نفرض أنه استجاب وقال هذه فدك وتسلميها، هو يعلم أنه إن فعل هذا وأظهر مثل هذا اللين فهذا سيعطي صورة لدى المعارضة أن هذا الحكم قد انكسر وتراجع، عينا في المثال الذي ذكرته عن أسرة الصباح الآن. كان أمير الكويت في هذه الأزمة السياسية الأخيرة التي تمخض عنها استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد، قبل أيام، يعني الصراع كان بين هذين الرأسين، بين المعارضة الموجودة، المعارضة البرلمانية، ورأس البلاد. طلع رأس البلاد صباح الأحمد وصرح في وسائل الإعلام، قال حتى لو يأتيني ناصر المحمد اللي هو رئيس الوزراء، حتى لو يأتيني مستقيلا فسأرفض استقالته، يعني خلص يا معارضة أنا أقطع الطريق عليكم. رسالة واضحة أنه أنا متصلب على رأيي. مشكلة صباح الأحمد أيضا جبان، ليس قويا، ليس شجاعا، ولذلك بعد أيام قليلة هم تراجع. جاءه أخيرا ناصر محمد وقبل استقالته وكلف رئيس الوزراء الحالي جابر المبارك. أحسنتم. فأظهر ماذا؟ انكسارا. أظهر لدى المعارضة أن المعارضة بإمكانها مثل ما احنا نقول شنو، تجيب راسه، يعني عرفت شلون؟ خلص احنا نقدر نمشي كلامنا على كلام صباح الأحمد. أبو بكر هكذا أيضا قرأ الوضع السياسي، وقراءته للعلم صحيحة طبعا من دافع شيطاني، هو رجل ماكر، بس هذه قراءة صحيحة أنه لو أبدى انكسارا فهذا سيدفع المعارضة إلى المطالبة بما هو أكثر، وهذا معناه أنه سأضطر مرة أخرى إلى أن أتنازل وأتنازل وأتنازل إلى أن أفقد سلطاني، أفقد حكومتي. فأراد أن يظهر لعلي وفاطمة عليهما السلام غلظة شديدة، أراد أن يوصل هذه الرسالة، أنا ما أنكسر، ما أتراجع، لا ألين أبدا مهما فعلتم، وإذا عاندتم أعاند، وأوصل الأمر إلى أعلى درجات العنف بما في ذلك العنف المسلح الذي قام به بالفعل. كتيبة عسكرية كاملة قوامها لا يقل عن 300 عنصر مسلح جلهم من قبيلة بني أسلم، أدخلهم إلى المدينة المنورة، يتزعم هؤلاء عصابة من المنافقين في مقدمهم الطاغية الثاني عمر بن الخطاب، فرضوا أولا ماذا؟ حصارا مسلحا على دار علي وفاطمة صلوات الله عليهم، حصار مسلح وإشعال نيران وحطب وتهديدات 3 جولات، والجولة الثالثة أدت إلى ماذا؟ إلى ضرب الزهراء عليه السلام واستهدافها بعينها بشخصها، روحي فداها. أراد أن يوصل هاي الرسالة أنه لا، ماكو مجال للتراجع، لا تتصورون أنا صباح الأحمد، يعني مو هالشكل، أنا أبو بكر، أنا ما أتراجع. اتعاندون أعاند، أوصل المرحلة إلى القتل هم عندي عادي، ما عندي مشكلة، حتى يوصل رسالة
أن هذا الحكم شديد غليظ، لا يكون أحد يتنفس يفكر أنه يمكن أن يجعل هذا الحكم يتنازل عن شيء وبالتالي يفكر في إسقاط هذا الحكم. هذا حكم ثابت. هذه القراءة أيها الإخوة التي أقرأ فيها الموقف وأعلل أو أفسر سبب هذا الإصرار الشديد من قبل أبي بكر على عدم الاستجابة للزهراء عليه الصلاة والسلام ليست قراءتي وحدي. عليكم أن تدركوا أنها قراءة الحاذقين كذلك، حتى من أهل الأزمان الماضية فهموا الموقف جيدا. أعطيكم مثالا ونموذجا. تعرفون ابن أبي الحديد وهو شارح نهج البلاغة المعروف، أحد أعلام أهل الخلاف من المعتزلة. هناك في شرح النهج يقول ما نصه: قال لي علوي من الحلة، شخص علوي سيد من مدينة الحلة في العراق يعرف بعلي بن مهنأ، سيد اسمه علي بن مهنأ الحلي، ذكي ذو فضائل. يقول هذا كان ذكي علي بن مهنأ وذو فضائل. يقول قال لي علوي من الحلة يعرف بعلي بن مهنأ ذكي ذو فضائل، ما تظن قصد أبي بكر وعمر بمنع فاطمة عليها السلام فدك؟ ما تظن أنه قصدهما ماذا من منع الزهراء عليه السلام من فدك؟ قلت: ما قصد؟ قال: أرادا ألا يظهرا لعلي عليه السلام وقد اغتصباه الخلافة رقة ولينا وخذلانا ولا يرى عندهما خورا، يعني ضعفا، فأتبعا القرح بالقرح. يقول: السبب الذي دفع أبا بكر وعمر إلى هذا الإصرار على منع الزهراء عليه السلام من فدك، أرادا أن لا يظهرا لعلي وقد اغتصباه الخلافة، أخذوا منا الخلافة، لا يظهرا له رقة ولينا، ما يبينون أنه أمام علي أنه إحنا ترى عندنا رقة ولين وممكن نتراجع، ولا يرى عندهما خورا، لا يرى علي في أبي بكر وعمر أنهما قد ضعفا، فنظامهما قد ضعف، فأتبعا القرح بالقرح. قرح الأول كان اغتصاب الخلافة، قرح الثاني كان شنو؟ اغتصاب فدك، قرح الثالث الهجوم على الزهراء عليه الصلاة والسلام. قرح وراء قرح، يعني رسائل إرعابية إرهابية تخويفية حتى يرسم صورة لهذا النظام في نفوس معارضيه أنه نظام بطش، نظام استبدادي، نظام متوحش، سميه ما شئت. المهم يقول: أريد هذه الصورة أن تنطبع في أذهان المعارضين حتى لا يفكر أحد منهم مطلقا في معارضتي أو أنه يفكر بإسقاط حكومتي، يعني عينها سياسة صدام مثلا، عرفت شلون؟ سياسة القذافي مثلا، القذافي هم كان هكذا، يعني زمان القذافي احكي على الله بس لا تحكي على القذافي، بالفعل يعني هكذا كان. اسألوا الإخوة الليبيين
احكي على الله عز وجل بس على القذافي ممنوع، وغيرهم من الطغاة هكذا. يعني الطغيان ملة واحدة. فإذا هذا وجه يفسر لماذا امتنع أبو بكر كل هذا الامتناع، أراد أن يشعرهم بالغلظة بالبطش. هنالك وجه آخر، هذا كله أريد من عندكم شوية تفكير سياسي في الموضوع، مو فقط تفكير ديني، خلي نفكر أيضا نمرن أذهاننا سياسيا نقرأ الحدث. أي نعم أحسنت. الوجه الآخر، وهذا سبق الإلماع إليه في محاضراتنا من ذي قبل، أنه المعارضة، أية معارضة حتى تنجح هي بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى مال ورجال، وعادة المال هو اللي يجيب الرجال، مو هالشكل؟ عادة هكذا. هو رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه لماذا كان يعطي رجالا مالا يشتري إسلامهم، سهم المؤلفة قلوبهم، يجيب رجال حتى يصنع هذه الدولة الإسلامية العظيمة من لا شيء. ما يصير، لابد يكون أكو مال، لابد يكون أكو هنالك ميزانية مرصودة لذلك. أية معارضة تفتقد المال معارضة فاشلة، ما تتمكن تحقق شيء. زين، المعارضة الشرعية بعد انقلاب السقيفة الأسود تتمثل في من؟ علي وفاطمة أهل البيت عليهم السلام، وشيعتهم الأبرار كأمثال المقداد وسلمان وعمار وأبو ذر ومن أشبه، مو هالشكل؟ طيب هؤلاء في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ما كانوا يملكون شيئا، في حياة رسول الله كانوا يبيتون جائعين 3 ليالي، مو هالشكل؟ سورة الإنسان بعد كلكم تعرفونها وتعرفون تفاسيرها، يعني بشكل عام أهل البيت ما كانوا يكنزون لا ذهبا ولا فضة، وكذلك تخلق بأخلاقهم شيعتهم الأبرار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل هذا كان تخلقا برسول الله صلى الله عليه وآله نفسه الذي ما ترك شيئا لنفسه. رسول الله ماكو، ما يعني كان من الجوع يشد حجرا على بطنه الشريف من الجوع، تخيل يعني يعطي الآخرين ويحرم أهل بيته بكلام الأئمة عليهم السلام، بكلام علي أمير المؤمنين على ما ببالي، ارجعوا أنه كان يقول رسول الله كان هكذا يفعل، يعطي الآخرين ولا يعطينا، لأنه إحنا نصبر الآخرين ما يصبرون، شوية النبي يمنعهم عن بعض الأموال يقومون يردون يسوون ثورة أصلا، خلاص ينسون النبي وينسون الإسلام ويثورون، وأنت حرمتنا من الفيء وأنت ما عدلت، واحد إجا للنبي وقال له يا محمد اعدل ما أعطيتني عدل، والأنصار اللي هم الأنصار تخيل، مو يعني طلقاء مو الأعراب، الأنصار، اقرأوا في الغزوات الأخيرة والمعارك الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، أنه لما كان يعني يقسم الغنائم وكان يعطي الطلقاء ويعطي رؤساء القبائل أموالا ويعطيهم جمال وكذا ويعطي الأنصار نصيب قليل، كانوا يعترضون يضجون على النبي صلى الله عليه وسلم، شنو هذا؟ إحنا الأنصار اللي تعبنا وجاهدنا تروح تعطي أبو سفيان 100 ناقة وإحنا ما تعطينا مثلا؟ أبو سفيان اللي كان للأمس بالأمس القريب يحاربك، دنيويين أموال، والنبي كان صلى الله عليه وآله يعني يوبخهم أنهم ما تستحون، ألا تقبلون أن أشتري من الناس إسلامهم وأكلكم إلى إسلامكم، ألا تقبلون أن يرجع الناس بالذهب والفضة وترجعون برسول الله، يعني البقية أخذوا الغنائم شنو
ذهب وفضة وجمال ودروع وسيوف وما أدري كذا، مو هالشكل؟ أنتوا غنيمتكم أنا في أوساطكم، أنتوا ترجعون بي من المعركة. إحنا ده نرجع الآن من حنين مثلا، ده نرجع وين نروح؟ أنتوا أنا غنيمتكم، أنا موجود معكم. ما يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وآله، سيد الأنبياء، ما عرفوا قدره، ما عرفوا قدره، واتهموا أنه يغول، واتهموا أنه كذا، يعني شيء حقيقة يشعل الرأس يعني شيبة واقعا، أنه شلون بشر، شلون بشر ما عرفوا قدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إلا اللهم القلة منهم للإنصاف، وإلا السواد الأعظم شلون كانوا يتعاملون مع النبي، شلون كانوا يتعاملون، والأحسنتم إلى اليوم هذا شلون هم يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله كان جالس مع مجموعة من أصحابه وقال: الآن جبرائيل إذا أتاني وقال لي، مضمون الحديث أنقله، وقال أنه أبلغ أصحابك أنه كل شخص في هذا المجلس الآن لو أنه يطلب حاجة معينة فستقضى، فماذا تطلبون؟ فكل واحد قال شيء كل واحد قال شيء، ومعظمها أمور دنيوية. فالنبي بعد ذلك رآهم ونظر إليهم وقال: أما والله لو كان أويسا لكان قالها. هذول هم متعجبون، منو هذا أويس؟ شخص لم يرى النبي صلى الله عليه وآله، ولكن كان قلبه ممتلئا بحب رسول الله صلى الله عليه وآله. له قصة مفصلة أنه حرم من رؤية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأنه كان له أم يبرها في اليمن، هو كان من اليمن، أويس القرني، و بسبب بره بأمه ما كان يتمكن يروح يشاهد النبي، إلى أن بعدين أمه سمحت له بطريقة معينة، راح إلى المدينة، كان النبي في حجة الوداع، كان في مكة، قال بعد ما ألحق أروح إلى مكة، بس أريد أشوفه هذا النبي شلون صاير زين. ونتيجة النبي صلى الله عليه وآله استشهد، وما أدركه أويس، أويس من التابعين رضوان الله تعالى عليه. ومن ثم الرجل بعد ذلك، بعد استشهاد النبي ووفاة أمه، شوية تحرر، فقدر أنه يذهب إلى المدينة، فبدأ يسأل أصحاب رسول الله: أين رسول، أين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: رسول الله استشهد. بكى وتأثر كثيرا أنه ما أدرك النبي. وثم سألوه: من أنت؟ قال: أنا أويس. اتذكروا هذا يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله ذكره بشيء، قال: أما والله لو كان أويسا لكان قالها. فقالوا له أنه إحنا ذات مرة كنا قاعدين بمجلس والنبي في وسطنا وقال لنا لو أن جبرائيل الآن ينزل وهكذا يقول، وإحنا هم كل واحد طلب حاجة، ولكن النبي قال: أما والله لو كان أويسا لكان قالها. شنو أنت كنت راح تقول لو كنت معانا في ذلك المجلس؟ قال لهم: ويحكم، كان رسول الله بينكم ولم يسأل أحد منكم هذه الحاجة، أن يا إلهي أدم بقاء رسول الله إلى الأبد حتى الكل يتشرف برؤيته والكل يتشرف بخدمته ولا تحرم هذه البشرية منه، أعطه حياة أبدية. ولا واحد فكر هذا التفكير، ولا واحد، من يفكر يا أخي؟ إحنا أناس دنيويين، كلنا نفكر بالدنيا والعياذ بالله، مرضى بهذه الدنيا، وإلا هذا إمام زماننا، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، موجود حي يرزق، وين إحنا منه؟ وين؟ من منا يفكر به أصلا؟ بس شعارات، وإلا هو ينتظر
ينتظر أنه الواحد منا يصير مثل أويس، يصير مثل أويس تلتقي بصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام وتمهد لظهوره. على أي حال، نعود إلى أصل الورقة البحثية. نقول المعارضة الشرعية هذه كانت تتخلق بطبيعة الحال بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم تكنز لا ذهبا ولا فضة، مو مثل طلحة والزبير كل واحد كما نقلت لكم في الأسابيع الماضية يمكن في على المنبر أنه كل واحد مات وهلك وكم ترك من الذهب والفضة ملايين يعني بحساب القوة الشرائية في عملات هذا اليوم ملايين، هذا طلحة وهذا الزبير. لا وجمال يقولون عن طلحة طلحة الخير والزبير هم حواري رسول الله أو سيف الإسلام. فشوفوا الفرق كان بين شيعة أهل البيت عليهم السلام وبين غيرهم هو هذا. طيب الآن وقع الانقلاب، أهل البيت وشيعتهم لا يملكون مالا حتى يجيشوا الجيوش، حتى يحركوا الرجال، حتى يسقطون حكومة أبي بكر، الحكومة الانقلابية يحتاجون إلى أموال مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحتاج إلى أموال في معاركه وحروبه. عندهم ماذا؟ عندهم فدك، وفدك ما كانت قليلة، فدك ثروة عظيمة. فدك عبارة عن بلدة، بلدة كاملة فيها بساتين وفيها عيون وفيها أسواق وفيها دور وفيها بشر. فدك مو مزرعة صغيرة مثل ما بعض الناس يتوهمون، لا، كان أموال كثيرة. ونقلت لكم سابقا أنه كم كانت فدك يعني تنتج، مردودها المالي كم خيالي. أضف إليها غير فدك من حقوق أهل البيت عليهم السلام، الحيطان السبع أو السبعة والعوالي وغير ذلك من أمور هنا وهناك، والخمس أيضا الخاص بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني ثروة مالية عظيمة لأهل البيت عليهم السلام. طيب أبو بكر من جانبه إذا أعطى الزهراء فدك فمعنى ذلك أنه يكتب شهادة موته وسقوط حكمه بنفسه، لأنه هذا المال لا شك أنه كما يصرف على الفقراء يعني الضعفاء والمساكين وأبناء السبيل كما كانت تفعل الزهراء في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان وكيلها كما نقلت لكم في المحاضرات السابقة، كان وكيلها في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله يجي ويعطيها تقريبا 24,000 دينار سنويا. الزهراء عليه السلام كانت تفرقها على ماذا؟ على الفقراء والمساكين من المهاجرين والأنصار، وما تبقي حتى درهما واحدا. فبعدما الزهراء راح تصرف لا شك جزء من هذا المال على أولئك، ستصرف جزءا من هذا المال من أجل إعادة الشرعية، إعادة الشرعية. ولي العهد الشرعي علي بن أبي طالب لازم هو اللي يتولى، شيء طبيعي هذا. فهذا الذي خشي منه أبو بكر، ألا يتقوى، خشي أن يتقوى علي وفاطمة عليهم السلام بأموال فدك إذا ما أرجعها إليهم، خشي بأن يتقووا بمال الخمس إذا أرجعه إليهم، لأنه أيضا حرمهم من الخمس، مو فقط حرمهم من فدك، هو حرمهم من فدك
وما هو بمنزلة فدك ومن اللي هو الأنفال والخمس. الخمس أيضا الخاص بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام حرمهم منه. كان الهدف هو تجريد أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم من أي قوة مالية، لأنهم يمثلون جبهة المعارضة، فإذا كان لديهم مال فهذا الأمر يعتبر خطيرا جدا على الحكومة. هذا الأمر أيضا تجده في نهج البلاغة، في شرح نهج البلاغة، وكان معروفا كذلك عند علماء التشيع المعاصرين لابن أبي الحديد المتكلمين، يعني الذين هم يجادلون ويناقشون ويناظرون، متكلمون من علم الكلام، بعلم الكلام. يقول ابن أبي الحديد، يقول: وقلت لمتكلم من متكلمي الإمامية يعرف بعلي بن تقي من بلدة النيل اللي هي قرب الحلة في العراق. ما يقولون النيلي، ما سامعين بعض الناس نسبة لهم النيلي من هاي البلدة. قلت لمتكلم من متكلمي الإمامية يعرف بعلي بن تقي من بلدة النيل، وهل كانت إلا فدك، وهل كانت فدك إلا نخلا يسيرا وعقارا ليس بذلك الخطير؟ ابن أبي الحديد يسأل علي بن تقي، وهذا متكلم من علماء الإمامية، يقول له: شنو فدك؟ هل كانت إلا نخلا يسيرا وعقارا ليس بالخطير؟ مو يعني هالقد، يعني القيمة المالية والمادية لفدك ليست بالعظيمة. فقال لي: ليس الأمر كذلك، بل كانت جليلة جدا، وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل. شقد إنتاج النخيل بالكوفة في ذلك الزمان؟ إنتاج هائل كان، ولذلك خراج الكوفة كان خراجا هائلا جدا، يعني كنز من الكنوز. وما قصد أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عليها السلام عنها إلا ألا يتقوى علي عليه السلام بحاصلها وغلتها على المنازعة في الخلافة. يقول أبو بكر وعمر ما قصدا منع الزهراء عليه السلام من فدك، ما قصدا إلا هذا، ألا يتقوى علي بحاصلها وبغلتها بأموال فدك، ألا يتقوى بها على منازعتهم بالخلافة. يقول: ولهذا أتبع ذلك بمنع فاطمة وعلي عليهم السلام وسائر بني هاشم وبني المطلب حقهم في الخمس. يقول: ولذلك شوف، لاحظ، مو بس فدك منعوا، حتى الخمس عن أهل البيت وبني هاشم منعوا. فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همته ويتصاغر عند نفسه ويكون مشغولا بالاحتراف والاكتساب عن طلب الملك والرياسة. شيء طبيعي هذا بقى. أنت جوع الشعب حتى ماذا؟ حتى حتى أنه لا، كل واحد يصير مشغول، أنا بس أريد يومي هذا أقضي أكل. شاشة الكهرباء بالعراق كذلك، كل الدول هالشكل، الدول الظالمة، يعني عرفت شلون؟ شيء طبيعي. فهم أرادوا ماذا؟ بس أهل البيت حرمانهم من حقوقهم المالية، حتى يصيرون مشتغلين بأنفسهم. هذا علي أمير المؤمنين عليه السلام 25 سنة إما بالدار
يقرأ القرآن يتعبد إلى آخره، ما يخرج إلا للحظات معدودة لإنقاذ موقف الإسلام في خطر، يعني اللي بعدين يقولون لولا علي لهلك عمر، مو هالشكل. وإما أنه يخرج حتى ماذا؟ حتى يروح يحفر آبار ويزرع نخيل في المدينة المنورة، هذا يعني. وين علي؟ أين علي أمير المؤمنين ولي الله وحجته؟ تروح يضرب بالفأس، يضرب الأرض ويحفر الآبار ويزرع النخيل وما أشبه، حتى ليمد إيده إلى أبي بكر وأمثال أبي بكر. عزيز نفس علي وكذا الزهراء صلوات الله عليها. فإذا هذا أيضا عامل مهم جدا. العامل الأول ماذا؟ ما أراد أبو بكر أن يظهر لينا، يريد يظهر صورة حديدية عن نظامه. العامل الثاني ما أراد أن يعطي المعارضة قدرة مالية. العامل الثالث وهو الأهم والأخطر، ما هو؟ التفتوا جيدا، أنه لو أن أبا بكر قبل بدعوى الزهراء عليها الصلاة والسلام لأنها صادقة لا تكذب وهذا حقها، فمعنى ذلك أنه يفتح الباب للزهراء عليها السلام لأن تعود وتدعي من جديد أن الخلافة حق بعلها، فعليه أن يتنحى، لا يسوغ له أن يقبل دعواها في مورد ويرفض دعواها في مورد آخر، إذ قد صدقها على كل الأحوال وحكم بصدقها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو بكر تفطن لهذا الأمر، ولذلك علم أن القضية مو قضية فدك. صدق لو القضية بالفعل دنيوية كان من أول يوم أبو بكر أعطاها أعطى فدك للزهراء عليه السلام. لو القضية دنيوية مثل ما البقية طلبوا قضايا دنيوية وأعطاهم فورا، بس هو أدرك القضية مو دنيوية، يدرك أن الزهراء وين تريد توصل. إذا قبل دعواها الآن قالت فدك حقي رسول الله أعطاني إياه، زين، وقال إيه أنت صادقة وأنت سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، لا يمكن أن تكذبي، فأنا أسلم بدعواك فورا، أنت طاهرة مطهرة، الله أبعد عنك الرجس، طهرك عن الرجس، والكذب من الرجس، لا يمكن أن تكذبي، أنت معصومة، رضا الله من رضاك، مو هالشكل. فإذا لابد أنا أرضيك، أنت صادقة، خلاص تفضلي هاي فدك. تجي ثاني يوم تقول له ورسول الله أعطى الخلافة، أبي رسول الله أعطى الخلافة لبعلي علي، قوم سلم. يقول لا أنت كاذبة، أبطل كلامه الأول، صار متناقض في عيون الناس، فيختل نظامه يرتبك، فلذلك لم يسلم فدك. والزهراء إنما كانت تريد في الواقع هو هذا، تنزع الشرعية عن نظام أبي بكر بمطالبتها بفدك كما سبق وشرحنا. لاحظ أيضا من شرح نهج البلاغة، يقول ابن أبي الحديد: وسألت علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد فقلت له: أكانت فاطمة عليها السلام صادقة؟ قال: نعم. قلت: فلما لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته، يقول يعني هذا ما كان هزلي هو طبيعته، بس مع ذلك قال كلاما لطيفا أخرجه مخرج الهزل. قال:
لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها لجاءت إليه غدا ودعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشيء، لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود. بعد خلص هو ثبت على نفسه، الزهراء مو بحاجة لا إلى بينة ولا إلى شهود، فما دام قبل بدعواها أن فدك حق لها لابد أن يقبل بدعواها أن الخلافة حق لزوجها. لو قبل أبو بكر بأن يسلم فدك للزهراء عليه السلام لألزمه ذلك أن يسلم الخلافة لعلي عليه السلام، لا فرق بين الأمرين. وهذا ما لا يريده أبو بكر، وأبو بكر قلت لك كان ذكي وماكر، يقرأ ما وراء الأمور يفهم، هو مو غبي حتى يفكر أنه الزهراء جاية تطلب دنيا، هو يعرف طبيعة الزهراء شنو. هذه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وألعن أعداءه. هذه أين والدنيا أين؟ هو يعرف أنه المطالبة ماذا وراءها، ماذا وراءها، يعرف هذا الشيء، لذلك حرم الزهراء عليه الصلاة والسلام. ومو فقط من فدك كما قلنا، وإنما حرم أهل البيت حتى من حقهم في الخمس كذلك. وهذا أمر العلم ثابت في مصادر أهل الخلاف، وأنا أنقل فقط مثالا واحدا أو استشهادا واحدا في هذا الشأن. ارجع إلى مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث 16418 بسنده عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقسم لعبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب. يقول بني عبد شمس هذول اللي منهم بنو أمية ونوفل بنو نوفل ما كان يعطيهم خمس كما يعطي بني هاشم وبني عبد المطلب، الحق لأولئك الخمس. وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله، غير أنه، لاحظ الآن قسم الخمس إلى ستة أقسام مو هالشكل، يعطي المساكين وابن السبيل وغيره، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وآله كما كان رسول الله يعطيه. يعني بس الخمس الخاص القسم، طبعا حسب يعني فقههم أو حسب ما هم يرون، وإلا هو كله لأهل البيت عليهم السلام، هم يقسمونه على أبناء السبيل منهم، على المساكين منهم. بس على أي حال، فالقسم اللي هو حسب ما المفروض حسب رواية أهل الخلاف أنه يعطى لأهل البيت كما كان النبي يعطيهم، أبو بكر ما كان يسوي، صريح يقول غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله كما كان رسول الله يعطيهم صلى الله عليه وآله، ما كان يعطي قرب رسول الله مثل ما كان النبي يعطيهم، يعني ما كان يطبق سنة رسول الله فيهم. وأتباع أبي بكر يزعمون أن أبا بكر كان يطبق السنة ويقولون نحن أهل السنة. قائدكم وزعيمكم الأول، زعيم الديانة البكرية الأول من؟ أبو بكر، ما كان يطبق السنة. رسول الله كان يعطي أهل البيت، هذا ما يعطيه من الخمس. بأي دعوة تبررون أن أبا بكر كان سنية، كان يعني يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وبأي حجة تزعمون أنكم أهل السنة وأنتم تتبعون رجلا لم يكن كان يرفض تطبيق السنة وما كان يعطي أهل بيت رسول الله شيئا وحرمهم من حقهم في الخمس؟ على أي حال، بأي حجة كان أبو بكر يحرم أهل البيت عليهم السلام من حقهم في الخمس؟ طلع له بعد حديث آخر، نحن أهل البيت لا يخمس لنا، أو مثلا شنو، نحن معاشر الأنبياء لا يخمس لأهلينا من بعدنا مثلا. بعد هاي اللي ناقص، كل شوية يقوم يطلع لك حديث، يخترع لك حديث. نعم، هو في المورد الآخر في حرمان أهل البيت عليهم السلام من فدك ومن الأنفال طلع لك حديث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، أو ما تركناه صدقة، مع أنه أساسا هذا ما كان إرث، هذه كانت نحلة للزهراء عليه السلام، يعني أعطيت للزهراء، قبضتها الزهراء، كانت في يدها، فتجري عليها قاعدة اليد على ما فصلناه لكم قبل أسابيع. على أي حال، الزهراء عليه السلام احتجت عليه كما تعلمون، احتجت عليه حتى من باب الإرث، أنه حتى من باب الإرث هي حقي، ولكن أبى الرجل. هنا في ختام كلامي أريد أن أنبه إلى مسألة، أنه حتى هذه الحجة من أبي بكر، حتى هذه الحجة من أبي بكر ترتد عليه، ولكن أتباع أبي بكر لم يلتفتوا. هاي الحجة المزعومة من أبي بكر أنه لما اختلق حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، ما تركناه صدقة، هذه الحجة أيضا ترتد على أبي بكر، من حيث لم يتفطن أبو بكر ولم يتفطن أتباعه، يعني حتى مع هذا الحديث تصير فدك حق للزهراء عليه السلام. شلون؟ شوية تنبهوا، لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث بالفعل صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حكم فدك يكون ماذا؟ أنه صدقة، صحيح؟ صدقة ماذا؟ صدقة جارية أو صدقة مسبلة، كما في الفقه الإسلامي، يعني في سبيل الله، مو هالشكل؟ الصدقة الجارية أو المسبلة من يتولاها بعد من تصدق بها؟ أولياؤه وراثه هم يتولونها حتى يصرفون مصارفها في أوجهها التي يعني أوقفت عليه. يعني الآن أنا مثلا أروح وأتصدق مثلا صدقة جارية، أروح مثلا بئر في إفريقيا فرضا، عرفت شلون؟ وأعين أقول هذا البئر ترى لأهل هذه القرية مثلا أو لهذه الأصناف من الناس، من الذي يكون ناظرا على هذه الصدقة من بعدي؟ وراثي، ورثتي، أبنائي من بعدي هم الذين يتولون رعاية تلك الصدقات والنظارة عليها شرعا، وهذا حكم اتفاقي كل المذاهب يقرون به. الصدقة الجارية المسبلة هذه يتولاها شرعا من بعد المتصدق ورثته. من الذي ورث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هاي ابنته الوحيدة التي بقت من بعده، فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. فإذا فدك حقها. قد يدعون أن يعني تروح إلى الأئمة المسلمين. بأي دعوة؟ من أين هذا؟ وهذا الكلام يخترعون، بس وين هذا الحكم غير معروف في الفقه الإسلامي أصلا؟ الفقه الإسلامي يقول لابد أهل الورثة، ورثة المتصدق هم من يتولون هذه الصدقة. نعم، إذا لم يكن لها أحد بعد ذلك يصير الحاكم المتولي وتدخل في بيت مال المسلمين مثلا، بس مو هكذا القضية.
هذه صدقة جارية لرسول الله حسب الفرض، حسب ادعاء أبي بكر أنه إحنا شنو لا نورث، ما تركناه صدقة، إذا رسول الله تصدق بأرض فدك، مو شكل أرض فدك صدقة جارية لأنه فيها غلة محاصيل تطلع كل سنة، مو شكل. من يتولى النظارة على هذا الوقف، على عفوا على هذه الصدقة؟ من الذي يتولى ذلك؟ الذي يتولى ورثة رسول الله. ورثة رسول الله من غير أهل بيتي؟ وش جاب أبو بكر على أهل بيت رسول الله؟ لا يتولاها الأجنبي، لا يتولى هذه الصدقات الأجنبي. شوف هذه مسألة ما ملتفت إلها أهل الخلافة اللي يدافعون عن أبي بكر، أتباع أبي بكر ما يلتفتون أنه حتى هذا الحديث يدين أبا بكر، أنه أنت لماذا وضعت يدك على فدك؟ صدقة، يلا مو مشكلة صدقة، خسلمها إلى أهل بيت رسول الله، ورثة رسول الله صدقة بعد، هم يتصرفون بها. شنو يجاوب؟ شنو يجاوب؟ يقول وضع أبي بكر يده على أرض فدك ليس من باب أنه وارث لرسول الله، لأنه إجماع أنه ليس وارثا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما من باب أنه الوالي المتولي الحاكم، هذا هو من يضع، يعني هو ولي الأمر، فهو يضع يده كمتصرف على ماذا؟ كمتصرف بماذا؟ بهذه الأرض، بهذه، يعني بيت المال. اي احسنتم، بس هو مو شرعي. لا لا، هو هالشكل، شوفوا هو هالشكل راح يبرر تبريره لوضع اليد، تبريره لوضع اليد على فدك، على الانفال، على الخمس ايضا الذي حرم منه اهل البيت عليهم السلام، هو بعنوان ماذا؟ انه ولي الامر، مو هالشكل، هو ولي الامر فهو يتصرف. إذا قالوا هكذا رد عليه بصفعة أخرى إنجاز التعبير، وين ما يروح البكري ما له حجة، وين ما يروح إحنا نصيده سهل، يعني البكري لا حجة له. قل لها أنت أقررت إذن بأن الخمس والأنفال إنما يتولاها ولي الأمر، مو هالشكل، يتولاها من؟ ولي الأمر. زين، الله عز وجل في كتابه أعطى هذا الخمس وأعطى هذه الأنفال لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقق في الآية، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خموسه وللرسول ولذي القربى. إذن الخمس لازم يتصرف به من؟ ولي الأمر، فالله ولي الأمر، هذا مفروغ منه. رسول الله من بعده، ذو القربى من بعده، أي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أيها البكري أقررت من حيث لا تشعر بأن ولاة الأمر الشرعيين هم أهل بيت رسول الله. اللهم صل على صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. إذن الله أعطى هذا الخمس وأنت تقول الخمس لا يتصرف به إلا ولي الأمر، بنص كتاب الله أعطاه لذي القربى من بعد الله، من بعد الرسول، من؟ ذو القربى. فخلص، إذن هذا لذي القربى، إذن هم الولاية، هم الولاة الشرعيون، إذن إيش جاب أبو بكر مكانه؟ هناك قد يتنطع بكري يقول شوف 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 هذا الشيخ الرافض شلون ما مكمل الآية، لأنه بس يكمل الآية ينفضح هذا الشيخ الرافضي، شلون هسه جاية، أنا جاي أدري هسه ده يحترق يقول شلون يعني يريد، أم جايك لا تخاف، ما إلك حجة، ما إلك حجة، يقول كمل الآية يبطل كلامك. ليش؟ لأنه الله شنو قال؟
قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذن شنو معنى ذلك أن ولاة الأمر المساكين وابن السبيل واليتامى؟ يعني كلهم بعد أعطاهم الله الخمس. فإذن هذول هم لهم حق أنه هذول يصيرون كلهم ولاة أمر، وهذا واضح البطلان. فأنت يا شيخ رافضي أنت تلعب بالمدلولات الآيات الكريمات. نقول له لا، أنت أيها البكري لازم شنو تصير متفقه، تتعلم حتى تقرأ الآية عدل وتستنتج وتستنبط منها شنو عدل. الآية لاحظ فأن لله خمسه، أكلام لله مو شكل زين، وللرسول لام موجودة، ولذي القربى أكلام. إذن هؤلاء الثلاثة حكمهم واحد عن البقية، البقية ما كلامات. واليتامى والمساكين وابن السبيل، تلك المصارف، مصارف الخمس. أما الثلاثة الأول فمن يتولون الخمس، من يتحكمون بالخمس، الله يتحكم، رسول الله صلى الله عليه وآله، وذو القربى هؤلاء، ولذي القربى هم المتصرفون، هم أصحاب اليد على هذا الخمس. أما البقية المصارف للخمس وين تروح؟ فلازم تتفقه تتعلم حتى تقرأ الآية جيدا، تلاحظها جيدا، تستنبط منها جيدا، مو مثل غنم المشايخ البكريين اللي بس يقرؤون الآيات ولا يفهمونها ولا يعرفون شنو تدل على ماذا، حتى يقرؤونها غلط أيضا في كثير من الأحيان، أو يفسرونها على أهوائهم. لا، هنا علم. نعم، مدرسة الرافضة مدرسة علم، هذا مدرسة خزعبلات وهراءات، مدرسة البكرية هذه المدرسة، مدرسة هراءات، هذه هاي مدرسة مال ضحك وخزعبلات وكذا، مدرسة المشاغبين، مو شو اسمه، مو مدرسة علمية فقهية بهلواني. فإذن في كل الأحوال حجة أبي بكر اليتيمة هذه إنا معاشر الأنبياء لا نورث، هذا ماكو أول حديث اختلق على رسول الله صلى الله عليه وآله ضمن المدرسة البكرية، هذا هم حجته هذه أيضا ترتد عليه، هم ترتد عليه أنه إذا كان الأمر هكذا فأنت المفروض تعطي هم فدك للزهراء عليه السلام، وأنت أقررت أيضا من حيث لا تشعر بتصرفك بالخمس أنه ماذا، أن أهل البيت هم الولاة الشرعيون، وهذا الذي نقول به. إلى هنا نتوقف وافتح مجال الاتصالات. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نبدأ الآن باستقبال مكالمات الأخوة المتصلين بخصوص ورقة البحث اليوم، ثورة الزهراء عليه السلام ومكر أبي بكر لعنة الله عليه. رجاء من الجمهور الكريم محاولة الاختصار ومراعاة قدر الإمكان أن يكون الاتصالات والاستفسارات بخصوص ورقة البحث المطروحة اليوم بقدر الإمكان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، قناة صدق. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، قناة صدق. نعم، تفضل، من معي؟ أبو الحسن من الرياض، ممكن أكلم الشيخ؟ حياك الله، تفضل. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس مداخلتي بالنسبة للمهدي، المهدي هو ذو القرنين،
والدليل الزلازل والبراكين والاعاصير اللي حاصله فيها الارض. لو تطول صوتك شوي لو سمحت يا طيب، مو سامعينك ترى. تمام، كيف؟ اقول مو سامعك، لو تطول صوتك شوي. اقول بالنسبه للمهدي، نعم، هو ذو القرنين. ذو القرنين، نعم. اي ايوه. دليلك؟ وهو عربي قرشي وليس من اهل البيت. تعرفون زي اهل الكتاب لما قالوا للنبي محمد لانه من الاميين يعرفون به. يعني ما هو صحيح، مو صحيح كتم الحق. يعني لو هو المهدي من اهل البيت كان جاء عندكم، ليش يقعد بالسعوديه؟ دليلك شنو يا طيب؟ دليلك؟ دليلي الزلازل والبراكين والاعاصير اللي الان في كل الارض، وعندنا عج بالرياض الان. انا ادعيها، ها معك الحجه بن الحسن اذا تبغاه. اسمه مرشد المهدي، اسمه او ذو القرنين، اسمه مرشد بن الحسن بن الحسين بن حمزه العربي القرشي. طيب سؤالك شنو؟ هذا الصح، هذا بس هذا اللي ببلغكم اياه. لو اني انا المهدي يعني حق اهل البيت كان جيت عندكم. زين، الموضوع ان اكرمكم عند الله اتقاكم. انا عدوي الشيطان وحزبه، انا ما ابغى الا الشيطان وحزبه، ياجوج وماجوج. اسال اقول هل انت المهدي؟ فالدعاء الحق تقولون لعنه الله وحزبه على الشيطان وحزبه. يعني انت الحين تقول انك انت المهدي؟ اه طبعا، والدليل اني العذاب في كل الارض دي على الشيطان وحزبه. زين، مشكور يا طيب، جزاك الله خير. هلا وغلا، حياك الله، حياك الله. شكرا لله، طلع المهدي. سلام، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الو، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا اخي. اهلا وسهلا، تفضلوا. من معي؟ ام عبد الله. ام عبد الله، حياك الله، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم من الأولين والآخرين. آمين. لا سيما أبا بكر وعمر وعائشة وعثمان وحفصة ويزيد ومعاوية والشمر وأم الحكم وهندة. آمين. أخي ياسر، أعيدك بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، ورددت كيدهم في نحرهم، وحفظتك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم صلوات الله وسلامه، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وآله الأطهار عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. معلمنا الفاضل، هذه كلمات يجب أن تقال. شيخنا الفاضل، لك منا كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الدهر وشذى العطر على جهودك الثمينة القيمة من أجل الرقي بمسيرة الإنسانية والفكر في زمن عز فيه الحق وتطاول فيه الباطل وأهله. أخي، منك تعلمنا أن للنجاح قيمة، ومنك تعلمنا كيف تكون هي الدعوة، ومنك تعلمنا أن لا مستحيل في سبيل إظهار الحق والرقي بالفكر الإنساني. لذا فرض علينا تكريمك بأكاليل الزهور الجورية. أحسن، جزاك الله خير، جزاك الله خير. وإياكم، لحظة أخي. تفضلي، عندي السؤال أختم عم عبد الله ولا تعليق أو شيء؟ لا أخي، أنا زي ما قلت لك كلمات يجب أن تقال في حق الشيخ الفاضل وهي قليلة في حقه. الله يسلمك. والله إن عبارات الشكر لتخجل منك لأنك أكبر منها، فأنت من حولت الفشل إلى نجاح باهر يعلو في القمم. نشكر جهودك المباركة ونقيم عملك الدؤوب، فأنت أهل التميز والعطاء، بارك الله بك وأدام مسيرك وعطائك. شيخنا الفاضل، شموع كثيرة تحترق لتنير دروب الآخرين عطاء وآمالا وتضحيات شتى تنشر من أجل الوصول للأسمى، ومعك حققنا كل معاني السمو في معرفة ما تعني فدك الزهراء عليها صلوات الله وسلامه. فأنت وسام الأخلاق الحسينية والصفات الحميدة، لقد فرضت نفسك وشخصيتك واحترامك على كل من حولك وعلى كل من عرفك حيث أحبوك واحترموك، لأنك صوت الحق الذي كانت تنتظره كل الآذان المتعطشة في معرفة الحق والصواب. وعذرنا أخي، فالتعابير تخوننا،
فمهما قلنا من كلمات لن نوفيك حقك. فأنت من جعلتنا نعيش في هذه الدنيا بسعادة غامرة، ومن جعلتنا نعرف قيمة معنى اسم الشيعة العظيم. شيخنا أدامك الله وحفظك وأقر عينك وأعيننا برؤية إمامنا وسيدنا ومولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، معلمنا الفاضل. إنني وكثيرا من حال إخوتي نفتخر بأننا عرفناك وكنت لنا مضيئا دروبا لطالما أظلمت. أنرتها بأنوار محمد وآل محمد الأطهار عليه الصلاة والسلام. وإننا الآن سنخرج من هذه الدنيا ونحن مرفوع الرأس بأنك كنت يوما من علمتنا وسقيتنا من ينبوع محمد وآل محمد العذب الزلال الذي ما بخلت به علينا في حين شرب منه البعض وما سقونا. سقيت من يد علي عليه صلاة الله وسلامه شربة هنيئة مليئة لا تظمأ بعدها أبدا في يوم تشتد به الأهوال وتبلغ به القلوب الحناجر. وأمنك الله تعالى في ذلك اليوم وبارك الله بك وجمعنا بك في جناتي مع محمد وآل محمد. آمين رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآل محمد الأطهار جميعا ولعن أعدائهم من الأولين والآخرين. والسلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله اختم عبد الله وثبتك الله على الايمان ان شاء الله. احسنتي، بارك الله فيك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله يحفظكم شيخ، كلمات ما شاء الله مؤثره. بسم الله الرحمن الرحيم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم عيوني، كيف الحال؟ حياك الله. انا وسلم، من معي؟ ابو حسن من لندن. حياك الله، تفضل اخي. الله يخليك عيوني، كيف الحال؟ السلام عليك وعلى جناب الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي العزيزة يعني اللي اتصلت قبل قليل جزاها الله ألف خير، كلمات جميلة بس أنا المدح الطويل بصراحة ما أحبه كثير. وكذلك جناب الشيخ يعني أنا كنت أنتم تسموهم بكريين، أنا كنت سني يعني والآن أميل إلى التغيير، بس هذا موضوع اللعن أنا ما كلش أميل له بصراحة يعني. نعم. يعني انتم عندكم فد اراء وفد افكار، حلو جميل يعني كل انسان عنده فد راي وفكره. انا الان يعني غيرت، ما كلش ارغب الى الخليفه الاول والثاني والثالث، بس ما كذلك ما ارغب الى اللعن لانه اترفع عن ذلك. اشوف انه اذكر التاريخ يعني من بدايه اقرا في التاريخ، هؤلاء الاول والثاني والثالث لهم اخطاء كثيره جدا وتكفي هذه الأخطاء بعد، أنا ما يحتاج حتى ألعنهم أبدا يعني. أخي أبو حسن تليفونك طلع عندي برايفت، لو تتصل فيني بعد البرنامج نعطيك عنواننا وتتفضل عندنا إذا أنت بلندن يوم السبت تتحاور معاك بشكل مفصل واسع، وإن شاء الله نثبت لك اللعن ولا يعني حجة شرعية. لا يا أخي، أنا رجال، أنا رجال بسيط ومسكين، مو مال حوار على التلفزيون. لا مو تلفزيون، لا عفو العفو، يوم السبت في مجلس حسيني وعشاء وقعدة يعني كلش على أريحية. لا يعني. عشاء ولا مالت مد، ما أعرف شنو مراكز، أنا رجال بسيط يعني ما عندي هاي المسائل. إذن شنو إشكالك إذا حبيت؟ حبيت القراءة والتاريخ يعني، أنا أحب التاريخ. إذن تعال صباحا نتفاهم وياك بالمكتب تحت. إيه على لا الموضوع. بس لا تحقد الأمور أنت علي كثير الله يخليك. ما جاي بالعكس، أحاول أسهلها عليك. إيه انت لا تميل إلى اللعين، جاي أحاول أسهلها عليك. عندي كتب تاريخ، اطلعت على التاريخ وشفت يعني الأول والثاني والثالث فعلا في التاريخ عندهم مشاكل كثير، وهذا يكفي بعد يعني. عن بعد لا تقول لي عزايم وما أعرف شنو عشاء وحوار، أنا ما أقدر أتحاور على التلفزيون ولا حلقة، ما في أتكلم بعد كلام طويل ولا يعني بسيط. مقالات ما عندي أنا، مقالات ولا خطط. الله يخليك والله يهديكم وجزاكم الله خير. وياك 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 وياك. اللهم صل على محمد وعلي. ماكو سؤال على اللعن؟ يعني ممكن سجل. الحمد لله عرف. الو، السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ انا من ايران اتصل بك. تفضل اخي، اسمك لو سمحت. اخوي منصوري. العفو اخي صوتك مو واضح، لو تعطيني اسمك الكريم لو سمحت. انا منصوري عبد الرحيم المنصوري. عبد الرحيم منصوري، تفضل اخي عبد الرحيم. انا عبد الرحيم
آل منصور. اسمعني من التليفون، اسمعني من التليفون لو سمحت. سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تسمع ونزل التلفزيون، وطي التلفزيون عندك واسمعني من التليفون لو سمحت. الله ان شاء الله يطول بعماركم ويخلي ويطول عمر الشيخ. الله يسلمك. انا مطيها سم، مطيها حاليا ومطيها. تفضل تفضل تفضل، اسمعني من التليفون. مثل ما قال هذا الاخ البريطاني الله يرحم والديك، يعني هاي اللعن ما يصير يعني نحذفها. الظاهر ولي الفقيه عداك شويه بالمرض ماله، ان شاء الله هم نجاوبك. شبي انا اقول ولي فقيهك ظاهر عداك بالمرض ماله. على كيفك يا الله، هذا اخلاقك اخي. الله اكبر، انا مسلم شيعي اثنا عشري ومن المتابعين برنامج الشيخ الحبيب يا اخي. هذا شيء الله اكبر، الله اكبر. يعني انا في مرض من باب المريض، لا والله انا من صلاه المغرب، ابتداء من صلاه المغرب الى يزال صليت صلاه المغرب وكنت مستن على اساس انه ما اسمع كلام الشيخ. انت تقول لي انا مريض ليش يا اخي؟ عشان اقول لك انت ما تقبل باللعن طبقا لفتوى ولي امر المسلمين، ما يقبل اللعن. فهذه هذا سؤالنا يعني. يا انت ليش يعني ترد علي بالمرض؟ الله يكون يعود. قلت انا انت تطبق فتوى ولي امر المسلمين بعدم الجواز من نيل من رمز القوم. انت هذا سؤالك صح ولا لا؟ انت وين علمت الذي خليك علي مرض؟ الله اكبر، انا صار لي هاي اسبوع زمان 10 ايام. اخي سؤالك شنو عبد الرحيم؟ اخي عبد الرحيم سؤالك شنو هو؟ تفضل سؤالك شنو؟ انت ايش خليت وكيد انا مريض بعد شدل منك؟ الله يهدينا ويهديكم في امانك. في امان الله. لا انت على رسلك يا ان شاء الله، ان شاء الله. والناس ثقافه ما هكذا ان شاء الله. حارق قلبي هذا تبين من مستوى العقول متفاوت. لا شوفوا لازم يصير شيء يعني واضح. اولا الاخ الكريم الذي اتصل احنا نحترمه ونجله، وايضا الاخ السابق الذي اتصل اذا كان عندهم اعتراضات على مسألة اللعن فهذه الاعتراضات تناقش، اما انه لا نحاول انه يعني نخدش في شخصياتهم الكريمة، لا هم محل احترامنا، هم محل تقديرنا، ولكن نناقش حتى هذا الوهم الذي هو موجود عند بعض الإخوة من انه اللعن ليس بخلق اسلامي او انه ليس بخلق يعني مطلوب شرعا. هذا الامر يبدد يناقش لما يعرف الإخوة بشكل سهل كسائر الإخوة الاخرين، لما يعرفون ان هذا اللعن الله تبارك وتعالى حث عليه في كتابه الكريم بآيات عديدة، وقال أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله، وما رسه الأئمة الأطهار ورسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه في مصادر الفريقين أنه لعن أقواما ولعن أعيانا ولعن أفرادا، وهذا أمر جار على سيرة المتشرعة منذ القديم إلى يومنا هذا، لأن اللعن هو عبارة عن دعاء في الواقع على أولئك الذين غضب الله عليهم. وأبو بكر وعمر قد غضب الله عليهم، لماذا؟ لأننا نعلم أن غضب الزهراء يستلزم غضب الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وآله إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك، وحيث أن الزهراء باتفاق المسلمين استشهدت وهي غاضبة على أبي بكر وعمر، وكانت تلعنهما وتدعو عليهما في قنوت الصلاة، وهذا أمر ثابت في مصادر أهل الخلاف أنها خاطبت أبا بكر وتوعدته قائلة والله لأدعون عليك في كل صلاة أصليها. ف
فإذا نحن نعلم من هنا أن اللعنة خلق إسلامي بشرط أن الإنسان لا يكون لعانا لمن لا يستحق. كل لعن صحيح. لا يلعن من؟ يلعن الظالم. الله لعن الظالمين في القرآن الحكيم، يلعن الفاجر، يلعن المتجاهر بالفسق، يلعن عدو رسول الله، عدو أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا لا حرج فيه وهذا خلق إسلامي. هذا الذي نحن نقوله نناقش به الإخوة الأكارم الذين قد يخالفون في هذا الرأي، لأنه عندهم مثلا هذه المعلومات تنقصهم، هذه الأحاديث الشريفة تنقصهم، أما نبقى نحترمهم ونجلهم وهم منا وفينا إن شاء الله. أحسنتم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخي، من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخيرات. ممكن أتداخل مع الشيخ؟ تفضل، من معي؟ معك الشمري. هيا الله بالشمري، تفضل الشمري. أهلاً، يا أخوي الشيخ ودي إنه يركز على الحكومة الشيعية بالعراق ذبحت الشيعة بالجوع والحال وال شو الوضع هذا، ودي لو انه يلعني الشيخ بعد لان هذا لحن ما دام انه يلعن الصحابة ويلعن الناس انا ودي اصير من الصحابة. لا بارك الله فيك اخي الشمري، بارك الله فيك. اي والله ودي يلعني لو سمحت. ليش؟ بارك الله فيك اقول لك. هذه لعناته هذه نختة، صارت نختة المجتمع يعني كله نشوفه نضحك عليه صراحة زي جوحة. طيب سؤالك اخي الشمري، بس حبيت تحب الشيخ يركز على حكومه العراق بعد، عندك شيء ثاني؟ اي انا اقول له شوف يعني شوف شلون الجوع يا اخي، هذا وش بنوا على دول الخليج الكويت والسعود، هذا اللي خلك منهم مستانسين، قلنا لكم حتى نخلهم يعطونهم فلوس، حتى النخل يصرفون لها فلوس، والكويتيين مستانسين بحكومتهم وكذا، يعني ما يصير يروح يشوف الشيء اللي يشوف بالعراق يروح يزور العراق ويشوف الجوع ويشوف القنوات حقت العراق اللي الشيء اللي يندي له الجبين. احسنت شمري. هلا عندك موضوع اخر تفضل. وبعدين انا والله يعجب بالناس الاخوان الشيعة اللي يجون يقولون لا تلعنون رغم ان لعنهم غير مقبول، انا والله ادي لعني انا الصراحة. زين أحسن. يعني ودي يلعني يعني يفك من هال يعني يلعني خلاص، أنا لي تاج أكون مثل أبو بكر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها لعنة الله عليها. وبعدين تعالوا يعني أنا بقول لكم هو يدري إن فيه هنا مدارس باسم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ومدارس باسم الزهراء والحسن والحسين وشوارع وكل هاللي تقولونه مش غير موجود، يعني تراني أنا ماني متثقف بالدين ذيك الدرجة، لكن وصلت للعمر 52 سنة ما عمرنا سمعنا هنا أحد قال بأهل البيت كلمة واحدة. هل كذب الافتراءات اللي تجيبونها وتقولونها؟ يعني تقول لي بالتاريخ الأول، خليني من التاريخ الأول، التاريخ حاضر أنا عايش وياك، ما أحد عندنا هنا يقول بأهل البيت كلمة واحدة. أحسنت شمري. وبعدين أهل البيت اسمع يا سيدي، أهل البيت الحسين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم راح بالعراق هناك عند الشيعة وسحرتوه، أنتم من سحرتوه؟ استغفر الله. مو أنتم من سحرتوه؟ سحرتوه ودستوه بالخيول تقولون؟ زين يبا زين، مشكور يا الشمري. يا أخي زين أنكم تكفرون عن ذنوبكم، ما يصير. أنا الحين أشوف التنطير هذا مثل شو اسمه التطوير، مثل أشوف فئة من المسيحيين يضربون بسامير بيديهم، هذا دين إسلام؟ ما هو دين إسلام يا الشيخ الحبيب؟ وأنا بدعي الشيخ الحبيب إنه يستبصر ويستغفر ربه. هذه مرة ثانية تطلب من هذا. أبي يستبصر الشيخ الحبيب، وانت يا مليع الكريم استبصروا يا ناس، عودوا إلى الله. مشكور يا شيخ، مشكور يا شمري، مشكور
مشكور مشاعرك الحلوه هذه في عين الاعتبار. يلا يا اخوي استبصروا، انا حاسس انكم ترجعون للاسلام ان شاء الله، وتبي تستنوا ان شاء الله وتصيروا مسلمين صح. خليك على اتصال مع الاخ عبد الله، هو ولي هو اللي هو يصلح. خليك على اتصال مع الاخ عبد الله ان شاء الله. أوه أبو متعب، الله يكثر من أمثاله. الله يسلمك. الله يكثر من أمثاله. الله يسلمك. ما في يتيم اللي يمشي له فلوس، وما يحتاج اللي يمشي له فلوس. تعرفت أول زين يا أبو متعب مالك. وكل زين زين. زين يا شمك مشكور يا طيب. جزاك الله خير. خليك خليك على اتصال مع الأخ عبد الله في البرنامج ماله يطلع الهواء مباشر. مشكور يا شمري. كور. مشكور. الاخ الشمري طلعات مع الاخ عبد الله الخلاف برنامج. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيبه ام ناخذ ثاني شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم. تحياتي لك اخي العزيز. حياك الله. من لو سمحت علي صوتك لو سمحت. تحياتي لك اخي عبد الله، شلونك كيف حالك؟ حياك الله. لو سمحت تفضل بالاسم لو سمحت. الأستاذ أبو حسين من هولندا. حياك الله أبو حسين تفضل. تفضل. هذا شعرية هو يأخذ منها الجواب ويجاوب لها. النصيحة الأولى أطلب، لأنه قد سمعت قبل يومين بأن الشيخ سيطلب مناظرة هناك في الكويت، وهذا أنا أقول للشيخ وهي أمانة بأنه لن يذهب ولن يحاضر أي شيء. أرجو رجاء أخويا أنه لا يذهب من مكانه إطلاقا. وانظر الحيدري يسوي مناظرات عن طريق التلفزيون بالإذاعة الإيرانية ولن يذهب لأن خوفنا عليه. سيدي الفاضل، شيخ الفاضل، ترى هناك الكثير من يتربص بهذا الشيء، وأنت تعلم جيدا بأن هؤلاء يريدون منك أن ينالوا ما ينالوا. فأنا اللي علي أقول هذا وقلبي محترق، أقول لا تذهب أبدا من مكانك إطلاقا، حتى لو تدرع لك وكفلك أمير الكويت بنفسه. فهذا الذي كان يشمشم برقبة صدام، واحد يأمن بهم أن يدخل بلادهم ويسوي مناظرة هناك. لا ما هذه 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 أخي أخي أبو حسين، هذه النية مو موجودة أصلاً. ظهر المعلومات اللي وصلتك غير دقيقة. أنا حتى خليني أخي العزيز، أنا قلبي محترق، أقول للشيخ يا أن يذهب، وحتى لو لا يتوسطوا له. أخي أبو حسين ليس هناك نية أصلاً للذهاب، فما في داعي قلبك حتى لو انت توسطوا له. اسمعني خليني اتكلم كلمتي وبعدين هو يشرح وبعدين اقول هاي كلمه قصيده ان شاء الله. لذلك اقول الشيخ لا يذهب لهذا الشيء، لانه اكو هناك من يتربص، لا اكد له على شط من الشيعه يريدون الايقاع به. صح. خليك على صراحه، خليك انا اتكلم معك، انا اقول هذا اللي علي انا اقول. ليس ومناظرته بالتلفزيون اهلا وسهلا، اي واحد يجي نحطه على رسنا إن شاء الله. لكن أقول بكلمتي كشعرا، أن مكانتها لمن؟ قل لي بربك هذه الدنيا لمن؟ قد أخذ الظالم كل حقوقهم والجمع صفق له بلا ثمن. قد حاكوا ذلهم بأيديهم ولم يدركوا قدرا للزمان وللفتن. لم يعقر الظالم بل فرشوا له أردية الذل له باع الوطن. فواحد قال له أنت لنا صنو، وآخر وضع عن نعل الوجن، وواحد يمدح لا يفهم بما يطرح من مدح ولا يعي كم سجن، وواحد قال الجميع جندك أؤمر فإنك تجدنا على السنن. ما رأي شعبي؟ أنا أقول الشعبي عن طريق الشيخ الفاضل. ما رأي شعبي بهؤلاء وما هو؟ رأيه بقائد آخر جن يقف في باب الظالمين مطالبا حفنة من فيض الربا لهم ارتهن، فيلب مطلبه الشيوخ بعدما يوقع على الكفين على رق الوثن، ويخرج للشعب خطيبا قائلا إني زعيمكم ولا تزر المحن. هذه بلادكم
نحررها غدا، لكن جيوب الحزب خالية الثمن، وهذه قوات بدر ملككم، ثوروا فندخل بعدها أرض الوطن. وانتفض الشعب في شعبان وما نرى أثر للخائنين ولا فنن، وانشق حزب الدعوة ثلاثة من الأحزاب، فهل بقي الوزن؟ وتأسست عشرات أحزاب لهم ومنظمات وحركات وفتن، وفاض العراق بالدماء، ولم يجد أحد يقوده في المعارك مؤتمن، ووقف العالم الإسلام لنا متفرجا بالصمت ولا دمعة سجن. هذه قصة لكم ونحن ندركها، لكن رسل الرسالة للزمن، وافعلوا ما شئتم فربنا شاهد الزحف في الفجر القريب المرتهن. وتحياتي لكم. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير على الكلمات المؤثرة ما شاء الله. بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. نستمر في استقبال الاتصالات إن شاء الله أخواني المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الكريم. تفضل، من معي؟ عرب. لو سمحت كرر اسمك. ألو. لو سمحت. ألو. ألو، السلام عليكم، تفضل، من معي؟ عرب. عرب. عرب اسمي. عرب. عرب، والنعم يا أخ عرب، تفضل، من وين؟ والنعم من ما؟ من فلسطين أخي. حياك الله، تفضل. حيا ودوم. تفضل. أخي قيد، بدي أحكي لك كلمتين. أنت عم بتسبوا على ستنا خديجة وبتسبوا على سيدنا. لا، استغفر الله، استغفر الله. لا. لا لا لا، إحنا ننسب على ستنا خديجة، استغفر الله يا عظيم. لا يا أخي، أنتوا تلعنوها. لا 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 لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معلوماتك خاطئة أنت. إحنا عندنا مشكلة كبيرة مع عائشة وحفصة. خديجة إحنا نقول عليها عليه السلام. لا، عليه السلام. الشيخ اللي بجنبك لو أمسكه سكرنا. هذا جاهل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل، من معي؟ عبد الرحمن من عبد الرحمن من وين؟ من السعودية. تفضل يا أخي. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. حبيبي، بس حبيت أقول الله يجزاك خير يا شيخ، وإن شاء الله ويحرم الوجه الطيب هذا من النار إن شاء الله. شكراً. شكراً. حياك الله، حياك الله. ما سمعت. بس مدحكم، الله يحفظكم، ما تعالكم بالخير ان شاء الله. شباب، صوت مدى اسمع جيد. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم، تفضل. الو، السلام عليكم. حياك، تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. وانا سجدت. نعم نعم، من معي؟ معك رحمه من الاحساء. تفضل اخي. كيف الحال؟ شلونك؟ حياك الله، تفضل. الحمد لله. الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل. لو تسمعني من التليفون يا طيب. قطع الاتصال، عذرا يا اخي، انقطع الاتصال. الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ يا حيا، من معاي؟ ممدوح، أكلمك من الرياض. حيا الله ممدوح، تفضل، سؤالك. سؤالي للشيخ بالنسبة لأبو بكر. نعم. إذا كان كل هالكلام يتكلم عنه موجود بأبو بكر، فليش هاجر مع الرسول؟ طيب، والرسول اللي كان يعرف مثل ما نقول اطلع على الدنيا كلها، رب العالمين اطلعوا على الدنيا، فما عرف فساد ابو بكر. احسن سؤال وجيه. كيف؟ سؤالك وجيه، ان شاء الله نجاوبك. طيب، سؤال ثاني للشيخ. تفضل. الو. نعم، تفضل.
انقطع اتصال اخي ممدوح. عفوا. لم اتخذه صح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الله اللهم صل على تليفون. انت اليوم ضار كربه من المي عرب السعوديه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من معي؟ بسام من السويد. حياك الله اخ بسام. تفضل تفضل. محمد واللعن الدائم على أعداء المجمعين. اللهم لعن أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة. آمين. عليكم السلام ورحمة الله. عندي مداخلة بسيطة إذا سمحوا لي، ولو يعني خارج الموضوع، بس فكرة يعني أحب أطرحها للقناة. قبل فترة أخذ عراقية بأمريكا، برامكم سمعت بيها، قتلها أحد انقطع الاتصال. وصلت الفكرة، أنا عارف القصة يعني. نعم، بس قصدي أنه إذا نقدر نسوي مثلا مثل التوفيق أو بالإنترنت أو مثلا يحددون في صندوق بريد يسوون في التوفيق للشيخ الحبيب، يرسل رسالة مثلا وضح بيها براءتنا من التدين البكري، فالرسالة نوجهها لمفوضية الأمم المتحدة أو مفوضية الاتحاد الأوروبي، بس نحن نظهر أنه إحنا بريئين من هذا الدين البكري الوهابي. وهذا خير دليل هسه قبل شوية هذا المتصل من فلسطين شلون يهدد، شلون يعني حر عندهم للقتل والذبح. يعني هاي الفكرة حبيت أوصلها، وشكرا. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس كل أهل فلسطين هكذا طبعا. لا، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. من معي؟ الاسم لو سمحت. خادم الزهراء. خادم الزهراء، سلام الله عليها. تفضل. السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دام الله عمرك إن شاء الله يا شيخ، وجعلك ثأرا للزهراء صلوات الله عليه. إلهي آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا شيخنا. بس أنا عندي تعليق على ما متصلين، إذا تسمح لي بعد إذنك أرد عليهم. تفضل. تفضل. أولا بالنسبة حق الأخ اللي اسمه الشمر المتصل من ما يسمى بالسعودية، هدي عليه شوي. هدي عليه شوي. لا لا لا، بالعكس، رد على يعني رد علمي يعني. تفضل. وهو يدعي أن هناك مدارس باسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه وباسم فاطمة الزهراء، يعني هل هو يمن على أن بهالأسامي؟ يعني أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء تاريخ لا يستطيع نكرانه، لا هو ولا الملك هذا حقه، ما يقدر ينكره. يعني تمن على الله أنك أنت تحب أمير المؤمنين؟ يعني هل مجرد الحب، مجرد حبك لأمير المؤمنين معناته أنك على الحق؟ النصارى يحبون عيسى عليه السلام، اليهود يحبون موسى عليه السلام، فهل هذا يكفيهم حبهم لأنبياء الله؟ هل هذا يكفيهم؟ لا يكفيهم. والشيء الثاني أنه يقول يبقى الشيخ يلعنه. أولا إحنا قوم لسنا بالعاني، إحنا اللي نجينا نلعن رموز القوم. أحسنت. إحنا ما نلعن يعني عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما جاء إلى جنوده في حرب صفين وشافهم يسبون جيش معاوية، نهاهم قال لهم لا سبوا معاوية، لا تسبونه. فإحنا ما نلعنكم ولا نسبكم أنتم، إحنا نسب ونلعن رموزكم، لأنهم اللي ظلوكم، أنتم ظالين، لا حول لكم ولا قوة. قاصرين. نعم. بالنسبة للأخوين اللي اتصلوا
الأخ عبد الرحيم من إيران واللي قبله من لندن أعتقد أبو محمد اسمه أبو حسن. يعني أبو حسن أبو حسن أي أبو حسن يطلبون من الشيخ الله يطول عمره إنه يكف عن اللعن، وكأن الشيخ هو اللي ابتدأ اللعن أو إن اللعن بدعة جاء بها الشيخ والعياذ بالله، مو كأنها أحاديث صحيحة واردة عن الأئمة صلوات الله عليهم. الإمام الطارق عليه السلام في الكافي يلعن أربعة من الرجال ويلعن أو أربعة من النساء بعد كل صلاة مكتوبة، يعني صلاة واجبة، وكان يسميهم وبالاسم. نعم. أنت اليوم تطلب من الشيخ تقول له لا تسب ولا تلعن، يعني أي عاقل هذا؟ كأنك تنهى، يعني تقدر تجيب الشيخ تقول له لا تصلي صلاة الليل مثلا؟ هذه سنة مسنونة من الله سبحانه وتعالى ومن الأئمة، تجي تنهي الشيخ تقول لا تسويها بأي أمر بأي حق؟ مو من حق الشيخ أساسا يعني يرفض أو يبعد شيء من الدين؟ سنها رسول الله وأهل البيت صلوات الله عليهم. نعم. فيعني حط في العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. نحسن. هذا مشاركتي ومشكورين. جزاك الله أخي، جزاك الله، جزاك الله خير. أحسن، بارك الله فيك. أحسن، بارك الله فيك. ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. لحد الآن شيخنا ما عندنا سؤالين أو ثلاثة لحد الآن. خلينا نجاوب على بعض الأسئلة وبعدين نشوف إذا أكو مجال نفتح. طيب. مجال للاتصال. طيب. هو. نبدأ من البشمري. أي. يقول لا يقول. لا البداية مهدي. لا هذا ما. اتصل قال أنا الإمام المهدي، هذا خلاص. إيش هذا؟ هذا جوكر هذا. فقط نذكره له، يعني عليه أن لا يتوهم أنه هو المهدي. والمهدي هو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله لإطباق الأحاديث المتواترة التي لا يختلف عليها اثنان أنه صلى الله عليه وآله المهدي، يقول المهدي من ولدي، هذا إطباق أكو عليه لا يختلف عليه اثنان من هذه الأمة. فأن تقول أن المهدي قريشي وليس يعني من بني هاشم من أهل البيت عليهم السلام، هذا لا يوافقك عليه أحد، هذه أوهام شيطانية يا أخي، عليك أن تبتعد عنها. لا تقول أنا المهدي لأني ألعن الشيطان، خو إحنا كلنا نلعن الشيطان ونحارب الشيطان، بس هل معناه أنه إحنا صرنا كلنا يعني؟ لا يا أخي، هذا مقام عظيم، هذا المهدي من أهل البيت عليهم السلام، هذا الذي معقودة عليه آمال الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، له مهام خطيرة وجليلة في المستقبل. فأطرد عنك هذه الوساوس إن شاء الله، وبايع المهدي الحق إن شاء الله تفلح في الدنيا والآخرة. اللي نعم. بعد شنو عندنا الأخ أبو حسن والأخ عبد الرحيم، قصة اللعن أجبت عنها باختصار، أي أجبت بعد عن اختصار. والأخ خادم الزهراء أيضا نقل، أجدد للأخوين الكريمين احترامنا وتقديرنا، وخذوا السيد الجليل السيد علي حيدر، خذوه بحلمكم، فإنه ما من مؤمن إلا وفيه حدة كما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فيعني كلنا إن شاء الله نستوعب بعضنا بعضا إن شاء الله. الأخ الشمري يقول خليك عن التاريخ وركز على حكومة العراق أحسن، واترك حكومة الكويت وركز على المشاكل الحكومة العراقية. ظاهر الأخ الشمري ما متابعنا جيدا، أنا أكثر من مرة نازل على الحكومة العراقية ووصفتها بأنها حكومة طايحة حظ، مو هالشكل؟ كم مرة قلتها لله عليك؟ يعني من قال أني لا أهاجم الحكومة العراقية وأهاجم الحكومة الإيرانية التي تتسمى بالتشيع؟ لا أعرف جيدا، مثل ما أهاجم حكومة أبو متعب مالك هذا، كذلك أنا أهاجم الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية وكل حكومة، لا أفرق بين حكومة تتسمى بالتشيع أو حكومة غير شيعية لا تتسمى بالتشيع، الكل عندي سواء. إذا كان هنالك ظلم من أي حكومة كانت حتى وإن كانت منسوبة إلينا، فإني أقف ضدها. إذا كان هنالك اضطهاد للناس، إذا كان هنالك حرمان لحقوق الناس، وهذا اللي مسوي لي مشاكل حتى مع يعني طائفتي إنجاز التعبير، يعني كثيرين من الشيعة اليوم كما تعلمون لا يقبلوني، مع أنهم يقبلون كلامي يعني في القضايا التي ترتبط بنصرة أهل البيت عليهم السلام، بإسقاط باطل أعدائهم،
في هذه الأمور يقولون نحن معكم ما يخالفون، ولكن مع ذلك يهاجمونني أو لا يقبلونني. لماذا؟ لأن يقول أنه أنت عندك موقف سلبي من حكومة إيران مثلا، فلذلك ما يقبلني. مع هذه المشاكل أنا يعني أتحدث وأقول الحق إن شاء الله تعالى. نعم مؤكد لك إذا كان هذا يرضيك ويريحك، حكومة العراق حكومة ظالمة فاسدة، وللعلم مو حكومة شيعية أصلا، هذا يعني لازم تبدد هذا الوهم عنك، لأنه ما قارئ أنت الوضع السياسي جيدا، ما فاهم الأمور. وحتى المالكي نفسه أنا لا أقر بتشيعه، هو بتري. وعلى اتحال مشاكل كثيرة يعني وتفصيلات كثيرة، فلا تتوهم أنه إحنا فقط نهاجم الحكومة السعودية ونغض الطرف عن غيرها. حتى أنت إذا راجعت موقفنا من الحكومة السورية مثلا والنظام السوري تجدنا كذلك ندين هذا النظام، مع أن إدانتنا لهذا النظام لا تقتضي بالضرورة أننا نقبل كذلك بالطرف الآخر، يعني الجماعات التي الوهابية والإرهابية التي تحدث كذلك جرائم إرهابية في سوريا وتقتل الأبرياء وكذا، نحن ضد هؤلاء وضد هؤلاء. إحنا بشكل عام مع حق الشعوب في أن تتخلص من الظلم والجور، ولذلك مهما كان قد تفشى في شعب ما مثلا مشاعر معادية لنا، نحن لا نجعل ذلك سببا لكي نحرم هذا الشعب من حقه في أن يتخلص من أنظمته الفاسدة والظالمة، حتى وإن كان متفشي فرضا، نقول فرضا هكذا نفرض أنه في الشعب السوري مثلا مشاعر عدائية لنا، حتى لو كان هذا الأمر هكذا فنحن نعطيهم أيضا الحق في أن يثوروا على نظامهم المجرم الفاسد، مع أنه ليس متفشيا بحمد الله تعالى في مشاعر الشعب السوري ولا في مشاعر الشعب الفلسطيني مثلا، وهذا الفلسطيني الذي اتصل هذا لا يمثل الشعب الفلسطيني الذي نحترمه و الحمد لله نرى التشيع فيه يتمدد وينتشر يوما بعد يوم، وكذلك كل الشعوب، الشعب الأردني والشعب المصري وكل الشعوب الحمد لله. إحنا ما عندنا التشيع، شوفوا أيها الأخوة، إحنا ما عندنا مشكلة مع الشعوب بما هي شعوب، إحنا عندنا مشكلة مع فكرة معينة إن نراها فكرة شخص شيطانية، فكرة فاسدة، فكرة باطلة ضالة تتفشى عند بعض الشعوب فإحنا نجي نحاربها. أما مع شخص الشعوب ما عندنا مشكلة، حتى مع الأسر يعني شوف إحنا ما عندنا مشكلة شخصية مثلا مع أسرة آل سعود أو أسرة آل خليفة مثلا، ما عندنا مشكلة شخصية، إحنا مشكلتنا مبدئية، لأنه أسرة آل سعود وأسرة آل خليفة معظمهم يعني اختاروا أن يكونوا في جانب الظلم، في جانب الجور، في جانب يعني الضلال لنقل هكذا، فإحنا نصير ضدهم بهذا الاعتبار. وإلا إذا افترضنا أنه واحد من أسرة آل سعود يكف عن الظلم ويقف مع البشر المظلومين ويناصر أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، يبرأ من أعدائهم، إحنا ما نصير ضده، ما عندنا مشكلة. مثل ما كان عندنا مشكلة، إحنا كان عندنا مشكلة تاريخية وعميقة مع بني أمية، مو هالشكل يعني الخصم التقليدي أصلا كان للتشيع بنو أمية، ولكن مع ذلك إحنا ما ندين كل بني أمية، يعني هنالك من بني أمية شرفاء، خالد بن سعيد بن العاص من بني أمية وهذا على رأسنا نحترمه، وأخواه كذلك أبان وعمر أبناء سعيد بن العاص الأموي، هؤلاء كلهم محترمون، وخالد وسعد الخير سعد بن عبد الملك الأموي نحترمه، كان من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وهو سماه بسعد الخير، سعد الخير، وقال أنت أموي منا أهل البيت. وحتى ابن يزيد بن معاوية هنالك قول بأنه كان رجلا صالحا، اللي هو معاوية ابن يزيد ابن معاوية اللي يسموه معاوية الثاني،
هنالك قول وآثار تدل على صلاحه، فيحترم عند قطاع عريض من علماء الشيعة ومن مثقفي الشيعة ومن جماهير الشيعية. يعني ما عندنا، شوفوا، ما عندنا مشكلة شخصية مع أسرة، مع شعب، مع إنسان، مع بما هو إنسان، لا، المشكلة مع المبادئ الباطلة. عندنا مشكلة مع المبدأ الكفري، احنا ضد الإلحاد مثلا، فإذا واحد يتشخص بالإلحاد يصير داعية للإلحاد، نقف ضده. واحد آخر يتشخص بالنصرانية يصير داعية للنصرانية، نقف ضده. واحد يتشخص باليهودية، وإن كان اليهودية ليس بدين دعوي، يعني ليس بدين تبشيري على الاصطلاح، واحد يتشخص بالبكرية لأننا نرى أن البكرية دين مخترع أرضي باطل فاسد جاءت به الحكومات وليس هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، فنحن نقف ضد من يتشخص بهذا الدين ويعتبر ويريد فرض هذا الدين على الناس. هذا الدين، دين البكري، ما جاء باختيار الناس. الآن البكريين الموجودين ومنهم هذا الأخ الشمري، ما جاء باختيارهم هذا الدين، هذا الدين فرضته الحكومات عليهم. حكومة أبي بكر جاءت، ومن ثم عمر، عثمان، بنو أمية، بنو العباس، فرضت هذا الدين على الناس، ما كان عن اختيار. التشيع في المقابل 1400 سنة كان في جانب المعارضة يتعرض إلى اضطهاد ومجازر وقتل وسلب ونهب وسجن وحرق وكل المشاكل، صمد. ليش؟ لأن الناس الشيعة اللي انت تشوفهم اليوم هذول اختاروا التشيع، آباؤهم اختاروا التشيع، ما كان أكو شيعة سابقا. عشرات المرات قلت الشيعة كان عددهم قليل جدا وتم تصفيتهم يوم عاشوراء، ما تبقى غير 3 فقط. الإمام الصادق عليه السلام يقول 3 فقط تبقوا شيعة بعد الحسين عليه السلام: أبو خالد الكابولي، جبير بن مطعم، ويحيى بن أم الطويل. ما تبقى أحد، كلهم إما انقرضوا وإما تم تصفيتهم. شلون الآن صاروا الشيعة بالملايين؟ هذا اختيارنا أيها الإخوة. أنا آبائي أجدادي الأقدمين ما كانوا شيعة، كانوا مخالفين، اختاروا التشيع فيما بعد. الإيرانيين الآن اللي هو جمهور شيعي ما كانوا شيعة، كانوا بكريين، عمريين، نواصب إلى قبل 500 سنة، يعني 1000 سنة من ذي قبل تقريبا، من صدر الإسلام إلى 1000 سنة كانوا بكريين ومتعصبين، وكانوا يلعنون أهل البيت عليهم السلام في صلاتهم إلى هذه الدرجة، اقرأوا التاريخ. ولكن بعد ذلك اختاروا التشيع، والعائلة التي كونت أول حكومة شيعية في بلاد فارس اللي هي العائلة الصفوية، الأسرة الصفوية، أسرة متشيعة كانت، كانت شافعية المذهب، تنتسب إلى صفي الدين الأردبيلي الشافعي، وثم بعد ذلك اختارت التشيع. كلنا هكذا. وأنت شمري، إحنا عندنا معنا واحد من الإخوة الأكارم هنا في المكتب يعمل معنا أيضا، يعني من قبيلتكم المحترمة وشمري أيضا، وهو قد تشيع، كان وهابيا وثم تشيع والآن يعمل معنا بحمد الله تعالى. كلنا هكذا. فلذلك أقول إحنا فقط هدفنا هكذا، أنه إحنا نحاول نحرر الجماهير من الدين المفروض عليهم، على الأقل يختار. الآن أنت وجدت أبائك على ملة، أكو هنالك ملة أخرى تقول أنا الإسلام الحق، إحنا بس نريد أن نوصل صوتنا. أنت شوف دلائل هذه الملة ودلائل هذه الملة وبرهانها، شوف أنت اختار، كن حرا، لا تخلي أبو متعب يفرض عليك الدين، لا تصير إمعه، لا تصير من رعاع الناس والعياذ بالله، بس الناس على دين ملوكهم. لا، قل أنا حر، أنا أبحث، أنا أفكر، أشوف هذا الدين يقنعني أم لا. إحنا الشيعة نتميز عن كل الأديان والمذاهب الأخرى أننا نأمر أبناءنا بمجرد أن يصلوا إلى سن البلوغ أن يبحثوا، لا أن يبقوا على تشيعهم لأن آباءهم شيعة.
هذه أول مسألة تجدها في كل كتاب رسالة عملية لكل مرجع من مراجع الشيعة. صحيح. أول رسالة، مسألة رقم واحد، لا يجوز التقليد في أصول الدين، وإنما يجب الاعتقاد بها عن دليل وبرهان. شنو يعني هذه المسألة؟ يعني أنت الآن وصلت سن البلوغ، صرت راشد بالغ، تفتح رسالة عملية مرجع التقليد، شوف أول مسألة هاي، يقول لك ما يجوز تقلد في أصول دينك. يعني لا تقول، تقول أنا شيعي، ليش شيعي؟ يقول لأن أبوي شيعي، باطل هذا الكلام. أنت لازم تبحث إلى أن تكتشف أن التشيع هو حق بالدليل والبرهان، حين ذاك تكون شيعي 100%، مثل ما احنا نقول. عرفت شلون؟ هذه المسألة وين موجودة عند البقية؟ جيب لي أي دين آخر، أي ملة أخرى، أي مذهب آخر هكذا يحث أتباعه. أنا لما بلغت ووصلت إلى مرحلة الرشد، يشهد الله علي، أنا بحثت في كل، وأنا أساساً يعني هاي طبيعتي من الصغر الحمد لله، يعني أطالع ويعني أحاول أن أتثقف، فبحثت، قرأت للكل، قرأت لكل المذاهب، كل المذاهب قرأت، حتى للأديان، حتى للملحدين قرأت حجج الكل. أخيراً طفت درت، رجعت قلت الحمد لله الذي جعلنا مسلمين موالين لأئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا الكنز ما تحصل مكان آخر، ما تحصل. عرفت شلون؟ فهذا هو الواجب، أنت بس لازم تبحث، فكر بشكل حر، لا تخلي الآخرين يفرضون سيطرة فكرية عليك. ابحث، الحق بين، الحق مع أهل البيت عليهم السلام. هذا اللي يتوهم أنه الحق مع أبي بكر وعمر وعثمان، هذا مخدوع، هذا مسكين ما يعرف الأمور ما هي. أحسن شيخ. ويقول أنه أريدك أن تلعني. يا أخي ليش تريد ألعنك؟ على ماذا ألعنك؟ هل أنت قتلت أحد من أهل البيت عليهم السلام؟ يعني أنت عمر مثلا الذي راح وشن هجوما على فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، هل كذبت على رسول الله مثل عائشة التي كذبت على رسول الله في حديث المغافير، في حديث أسماء بنت النعمان، وفي أحاديث أخرى كذبت على رسول الله قالت أنه أجاز رضاع الكبير والعياذ بالله؟ أنت كذبت على رسول الله حتى تكون مستحقا للعنة؟ هل أنت مثلا جئت وأبدعت في الدين، يعني ابتدعت، يعني أحدثت في الدين، أفسدت في الدين؟ أنت رجل مسكين عادي من هؤلاء الناس المخدوعين الذين المغرر بهم، الذين نسأل الله تعالى أن يهديهم، فلست مستوجبا للعنة. الذي يستحق أن يلعن، يستوجب أن يلعن، هذا الذي يرتكب هذه الجرائم العظام، يؤذي الله ورسوله مثلا صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، يبتدع في الدين، يقتل الناس، يجرم، هنا يستحق هذا اللعن. احنا ما نلعن غير المستحق أبدا، لأنه لو أنا لعنتك الآن وأنت غير مستحق، اللعنة ترجع علي، وما أصنعها أبدا. أنا أتذكر لما اعتقلت في الكويت، لما اعتقلت في إحدى المرات التي قادوني فيها من السجن المركزي إلى النيابة العامة للتحقيق، كنت مقيد، يعني الشرطي اللي كان يقودني وكذا كان يلعنني، يعني يلعنني ويلعن حتى أبي وأمي، ويعني كان لعن، كان ما ردت عليه بكلمة، ما ردت عليه بكلمة. لا تقول لأنه أنا مقيد وكذا، لا، لأنه أنا دا أشوف هذا، يعني أفهم هذا لماذا يلعن، ولأنه ما أشوف يعني صلاح في لعنه، على ماذا ألعنه؟ هذا مسكين مخدوع يلعنني بتوهم أنني أنا يعني ضال، أو أنا يعني مثلا كاسر للإسلام مثلا، أو مفسد في الإسلام، أو شيء من هذا القبيل. عرفت شلون؟ في حين لما كان يسمح لي بالصلاة وهو هذا نفسه موجود، أصلي وبالقنوت كنت ألعن أبو بكر وعمر وعائشة وحفص، بالقنوت
أمامهم، كانت تصير تثور ثائرتهم أنه يعني هم ما تايب، هم يعني مسجون، وهم إلى الآن متوب ضال على الحالة، وراحوا هم اشتكوا. أتذكر عند مدير السجن كان واحد حربي، يمكن كان يعني من قبيلة حرب أو واحد آخر، المهم أي أظن هكذا تقريبا هكذا، وكان يروحون يشتكون، وكان يقولون هذا حتى بالسجن هم ما تايب، هذا هم يصلي ويصلي ويلعن إلى الآن بالقنوت. أخيرا هم تركوا بالاسم، نعم أمامهم. والحمد لله الله عز وجل يعني حماني، كنت أتوقع تعذيب، أتوقع مثلا مشاجرة في السجن، أتوقع مشكلة من قبلهم، بس الحمد لله الله عز وجل حماني، أعطاني شوية قوة قلب، وما صار شيء بحمد الله. يعني يعني ولا واحد قدر أنه يمس مني شعرة بحمد الله تعالى، بحمد الله بفضل الله. اللهم إلا موقف واحد أنه الشرطي بس هالشكل رفع إيده راد يضرب بس ما ضرب، بس هالشكل أتذكر إلى الآن، راد سوى هالشكل يعني كتهديد أو كذا وما ضرب، يعني عرفت شلون؟ الحمد لله الله لجمهم. فقصدي هالشكل، شوف يعني مع إصراري أنه أجي ألعن الرموز التي أضلتكم وتقودكم والأئمة الذين يدعونكم إلى النار، زين، أما أنت كشخص ما ألعنك. نعم إذا أنت صرت ناصبي والعياذ بالله، وصرت من كبراء النصب والضلالة الذين يشكلون عائق أمام تنور الجماهير واستنارتهم بنور أهل البيت عليهم السلام، نعم ألعنك، لأنه أنت تصير مضل، والمضلون مستحقون للعنة. يعني واحد مثل قرضاوي أنا ألعنه، كم مرة لعنتهم؟ ما أذكر لعنته بالصلاة في أدبار الصلاة، ما أدري جال القطار ما جال متى ما أعرف، بس المهم أتذكر لعنته، شيخ الأزهر لعنته، يعني أتقرب إلى الله بلعن هؤلاء، لأنه هؤلاء رموز القوم. نعم هؤلاء، شوفوا يا أيها الأخوة، هذول يشكلون حاجز أمام إن هذه الجماهير كلها تتنور بنور أهل البيت صلوات الله عليه. فشنو يصير لما يشكل حاجز هاي الجماهير أمام عيننا؟ أنا أشوف، صدقوني قلبي يحترق، ده أشوف جماهير يوميا تروح إلى النار، لأنه يعني يوميا كم واحد يموت من الأمة الإسلامية، كم واحد يوميا، اقرأ صفحات الوفيات. هذا شوف سبحان الله، واحد ما عرف إمام زمانه، هذا ما عرف إمام زمانه يعني رايح إلى النار. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني يموت على أهل، على ملة أهل الجاهلية. شلون تخلي الواحد ما يحترق قلبه هذا الموضوع؟ شنو السبب هؤلاء دي يروحون إلى النار هكذا يموتون ميتة جاهلية؟ هذول الكبار السفل، هذول الذين يعرفون الحق ولكن يجحدونه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هؤلاء هم الذين يدفعون هؤلاء إلى النار. فلذلك نلعنهم، لذلك نخاصمهم بشدة، نغلظ عليهم، هذول مستحقين لمثل هذه الغلظة. أما عموم الناس المساكين فحقيقة يعني القلب يتألم أن هؤلاء مع الأسف الشديد هكذا يخدعون وهكذا يقادون، ولا أحد ينطق بالحق. إحنا نحاول قدر ما نستطيع على الأقل نوصل الرسالة، والحمد لله هاي دا توصل، والناس هم تتشيع. وقبيلة شمر يمكن أغلبهم بالكويت، هذا من وين متصل؟ من السعودية. أي مما يسمى السعودية، من الكويت أبشرك، كلهم أبناء عمك هنا كلهم تشيعوا الحمد لله، إلا القلة، إنزين كلهم أنا أعرفهم أفخاذ منكم، يعني فئات كثيرة الحمد لله من قبيلة شمر، وهذولا قبيلة يعني معروفة لها تاريخ وعريقة، ومعدنهم طيب، ولذلك بسرعة يتقبل ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. حسب تجربتي أنا يعني بالكويت بسرعة كانوا، للإنصاف يعني حقيقة بسرعة كانوا يتقبلون، والحمد لله وجليدين يعني مستعد كل شيء يسوي. سبحان الله، الشمري اللي يكون هم بكري تلاقيه متطرف بكري، اللي يصير رافض هم تلاقيه متطرف رافض يريد الناس. احنا كنا نهدئ بهم يعني، لا على كيفك، اصبر، لا تتحرك، لا تسوي الشيء اللي فيه مضرة. اي شوف شلون يعني، لا هذا طيب، لا يعني ينتصر في الدين بفهمه يعني.
الأخ أبو حسين من هولندا لو تطمن قلبه شيخنا، لأنه ظهر عنده معلومات مؤكدة أنك تبي تسافر للكويت. لا الأخ أبو حسين حاولت أهديه أنا أنه هذا شيء مو جزاه الله خيرا. أنا أولا أشكر يعني عواطفه النبيلة، ولكن أظن صاير التباس عند الأخ الكريم. الحقيقة هو ما كان موضوع الكويت، هو كان على أساس أنا أذهب لمناظرة أو مباحثة مع شقيق الملك السعودي الحالي اللي هو اسمه ممدوح، الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، أي هو أخوه، أخوه هو الملك. هذا وجه لي دعوة قبل، يعني دعوة كتابية منشورة على الموقع إذا شاء يمكن يعني يمكن 9 أشهر أو أكثر، لما هاي الشائعة أطلقها البكريون وهذا الكوس المنكوس أنه ياسر الحي أصيب بالسرطان أو أصيب بسرطان اللسان، أعاذنا الله وإياكم. ف إيه عليه إن شاء الله. فهذا انتشرت هاي الشائعة، وما أدري أنا البكرين إلى متى يظلون يعني يصدقون هاي الأكاذيب، يعني إلى متى ما يستوعبون أن مشايخهم كلهم كذابين، كلهم صدقوني ماكو شيخ بكري واحد صادق. أنا أعرفهم كلهم، خبزتهم سبرتهم حتى عجمتهم، كلهم أعرفهم وأعرف أكاذيبهم وأباطيلهم. إذولا أهل أكاذيب، كم كذبوا علي وأنا حي أرزق، أكاذيب متنوعة كثيرة إلى الآن من أيام الكويت إلى الآن، وما زالوا يكذبون علي ما زالوا. نعم، والمشكلة يا هذه يا أخي، هذا الإنسان البكري العادي لا يحرر عقله من هؤلاء. خلص قال هذا الشيخ ياسر حيب أصيب بسرطان، خلص يعني أصيب، انتهى الموضوع. لا إله إلا الله، يا عمي دا أطلع أمامكم كل أسبوع حي أرزق، هاي بلساني، وقال باللسان هسه، ما قال مكان آخر اللي مثلا مو مكشوف، هاي لساني ودا أنطق به، وقلت إن لسانا يلهج بذكر الله ويلعن عائشة في كل صلاة كيف يصاب بالسرطان. يعني حدث العاقل بما لا يعقل. شو تتوقع هذا شلون يصاب؟ شنو هذا الحكي؟ إلى أم طلعين لك فيلم سيناريو كامل الآن، شنو المستشفى الكذائي ما أدري حتى نسيت اسمه، ويلينغتون إنزين، وكذا وملفة ولا، وبعدين سحبة وملفة المخابرات البريطانية وقالوا لازم نغطي وما أدري شنو. يا أخي أكاذيب أفلام هندية مسوين على العالم، يضحكون على الورعان اللي موجودين، ورعان ماكو الورعان ملوتي يضحكون عليهم. إلى متى أنتوا هالشكل يا أخي؟ لا تصدقون هاي الأكاذيب. هذا هم أخو الملك، هذا هم مصدق، هذا رايح مصدق، مرسل لي رسالة يعني إشفاقا علي أنه شفت شلون الله شنو أصابك، بماذا أصابك بصاد، مو أنت اللي قلت أنه أبرأ إلى الله أو شنو ألجأ إلى حولي وقوتي إذا كانت عائشة وحفصة وأبو بكر وعمر في الجنة، مو هكذا قلت؟ برئت من حول الله وقوته ولجأت إلى حولي وقوتي إن كان أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في الجنة. هاي شوف شلون الله أصابك الآن، وكلك إلى نفسك وألجأك إلى حولك وقوتك، والآن مع هذا لازم يصير اعتبار لك، فأنت أمامك باب التوبة مفتوح، فإذا تريد تعالي أنا أستضيفك ونتناقش ونتكلم حتى تعرف الحق وتروح تتوب، يعني إيه تستبصر على طريقتهم. فأنا أرسلت له قلت له أولا هذه أكذوبة، أنا ما أصابني شيء بحمد الله تعالى، والحمد لله في كامل صحتي وعافيتي وأمارس أعمالي كالمعتاد، وثم إذا تريد أن تتناقش أنا أرحب بذلك ما عندي مانع، أما أنه تأتيني إلى لندن وإما أنا آتيك، ولكن بشرط تأخذ لي ضمان من أخوك أنه ما حد يتعرض لي، وبشرط أنه أعتمر أولا وأزور رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن أجدد عهدا، مع أنه أنا حججت مرتين بحمد الله واعتمرت، ولكن أريد أن أجدد عهدا طال يعني الفراق والقلوب يعني حرة، فيعني نريد أن نجدد عهدا، أعتمر أزور النبي صلى الله عليه وآله وآتيك.
وقلت لهم لا تخاف انه ما راح التقي باحد من شيعة اهل البيت هناك، يعني حتى لا تخافون انه انا راح بعد اروح هناك وشوي شوي املم وكذا واسوي لكم ثوره، لا ما راح اسوي شيء، يعني راح اقعد اي عاقل يعني. فبس اجي يمك ونتناقش، بس نتناقش بحريه، نتناقش يعني زين، مو انه لا من اول مره ولا تتكلم على ام المؤمنين وفداك ابي وامي وعرضي يا ام المؤمنين، ما وصلنا الى نتيجه. تريد تسوي لي بهلوانيات وتريد انه تسوي لي كذا، انا مالي خلق بصراحه، خليني على شغلي احسن لي. قلت لها كذا، وقلت له هذا الامر ممكن يطول لانه انا ما عندي جواز سفر، انا حكومتي جردتني من الجنسيه وانا بدون، والى الان ما من حل يعني قضاياي القانونيه مع يعني مع الحكومه البريطانيه، ما عندي مدرك، ما عندي جواز سفر، فما اقدر اسافر الا اللهم انت تتفقون، حكومتكم تتفق مع حكومه البريطانيه بطريقه، ما طلعوا لي وثيقه سفر فشيء معين حتى اروح اجي، ما عندي مانع زين، ما عندي مانع. ارسلت له هذا الكلام مفصلا، موجود النص موجود على الموقع، ارسلت له كاملا، ماكو شيء اجابه، ما اجاب علينا. فالقضيه هالشكل، الظاهر الاخ الكريم يعني اتصور انه القضيه مرتبطه بالكويت، لا انا ما تلقيت دعوه من الكويت، وانا اذا هم اريد اروح الى هؤلاء فاروح، لان انا شوفوا يعني الشرع يوجب علي ان اخذ ضمانا، لانه لا يجوز ان يعني ترمى النفس في التهلكة، ما يجوز الإنسان. فمن جانب الشرع حقيقة شهد الله، وإلا أنا أطلب الاستشهاد يعني ليلا ونهارا. أنتم تعرفون في كل صلاة أصليها في آخر سجود أدعو الله عز وجل يوفقني للاستشهاد في سبيله. يا أخي شنو تحرمنا؟ لا أنتم تحرموني من الشهادة يعني؟ شنو الكلام؟ واحد لازم يشوف الموتات مو بسهولة، يعني واحد وين يحصل هالشكل موت؟ لازم واحد الآن يدور يتوفق لمثل هذا الشيء. أكملنا إن شاء الله. القضية هالشكل، أنه شوفوا أيها الأخوة، أنا حتى أذهب حتى يسوغ لي شرعا، عرفتوا شلون؟ أنه لا يكون من قبيل رمي النفس بالتهلكة، لازم آخذ ضمان. هذا الضمان يرفع عني الحرمة أمام الله تبارك وتعالى، عرفت شلون؟ أما إذا رحت هناك واستشهدت فأنا ما عندي مشكلة، يعني لا ألام. القصد هذا أنه ليش ما أقدر أنا فورا أروح بلا ضمان؟ لأنه الله يحاسبني، ليش أنت رميت بنفسك إلى التهلكة، عرفت شلون؟ أما إذا ما أخذ ضمان فعلى الأقل أنا أمام الله أنه أنا أخذ ضمان. هسه هم ما يعملون بضمان، ما يعملون ضمان، خوهم نعم الله الحمد لله استشهدت وافتكيت. ما اصلا ما اجاب، مو بس ما اعطى ضمان، لم يجب اصلا. اي هذا وجه الضيف على الرساله. وهذول يستمرون بالاكاذيب وبالخداع وبالافتراءات علي وبالبهلوانيات، يعني الان مثلا اعطيكم هم مثال، الان احنا صار لنا ايام نعرض هاي الدعوه للمناظره مع مشايخهم ومن اشبه مؤشرين، ثالث اسبوع. طيب، والإخوة بالمكتب بلغوني أنه أوصلوا الدعوة رسميا لواحد منهم، يعني غير الإعلان العام أيضا وصل إلى واحد منهم، كلهم لم يجيبوا بشيء ولم يقبلوا بشيء وتغافلوا وتجاهلوا كلية إلا واحد منهم إلى الآن، واحد مغربي وهابي إرهابي اسمه الفزازي أو الفزازي، أي محمد الفزازي. وهذا الحقيقة أنا لم أكن أعرفه، الأخ منير المغربي هو الذي أقحم اسمه في القائمة، وإلا أنا ما عرفته، هو بعدين بلغني أنه لا هذا ترى يعني شخصية يعني معتد بها عندهم، ولا أنا بصراحة ما كنت أعرفه أبدا. بعدين فوجئت في الأيام الأخيرة، الآغا رايح شو مسوي؟ رايح مجاوب جواب. هسه شوف يعني الهراء، بدلا من ان يجيب علينا مباشره، انت متلقي الدعوه منا عن طريق الايميل البريد الالكتروني، انت لازم تجاوب على البريد الالكتروني، لا رايح كاتب بيان راح نشره بالصحافه او ما ادري وين، بالمواقع المغربيه العامه، يعني عرفت شلون؟
البيان هم تقرأه 75% منه سباب وشتايم، الخبيث والزنديق والرافض المادري شنو كذا كذا. خب هسه هذا يعني كله إناء بالذي فيه ينضح، وتربية أولاد عائشة طبيعي. فالشاهد وين؟ يقول أنا قبلت بشرط. شنو الشرط؟ إما أنه أنت تبعث لي تأشيرة الدخول من بريطانيا، يعني حتى آتيك تأشيرة الدخول من بريطانيا، زائدا مصاريف السفر ومصاريف الإقامة في فندق، إنزين، وهذه الأمور كلها توفر لي أنا آتيك. وإما أنه أنت تأتي عندنا في المغرب، ولن تفعل، وإن لم تفعل ولن تفعل فعليك لعنة الله وبرئ منك الإسلام وكذا، مسوي لك كل. تعال يا عم، شنو هذا شنو السخف؟ أولا من شروط الدعوة ومن مواصفاتها نحن ذكرنا، حتى لا واحد يتنطع بعدين ويطلع لي بهالحركات القرعة البهلوانية مالتكم. من البداية قالين يا عمي احنا ناس على قد حالنا، احنا ما عندنا فلوس لقناة فدك نمشيها، ده نعصر انفسنا حتى نقدر نمشي قناة فدك. انا ما عندي اصرف لك لا التيكت مالك ولا اقامتك هنا بفندق ما ادري وين في 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 بريطانيا، ولا اكلك وشربك ولا مصاريفك، ما نقدر احنا. قلنا لذلك من البداية من يريد أن يأتي حتى يتناظر معي في لندن وجها لوجه، عليه إما هو يتكفل بالمصاريف، وإما يكلفها منه واحد من حكوماتكم من جمعياتكم. ما شاء الله عندكم فلوس بقد الهبل مثل ما يقولون، ما الشكل إيش قد عندكم فلوس؟ روح يا أخي طلع لك من اتصل بالكويت، إيش قد أكو أعداء عندي من الكويت كلهم متمولين وتجار وهابية، كل واحد هم من أكل الحرام ومن الفلوس، كل واحد كرشة هالقد. روح اتصل بواحد منها قول يا أخي أنت تكفل بمصاريف روحتي إلى ياسر رحيب حتى أتناظر معه. كلهم هم يرحبون، كلهم يتمنون، يردونها من الله أنه واحد بس يستطيع أن يفحم هذا الرافضي، مو هالشكل. كلهم راح يرحبون، اتصل بهم يا أخي ينطونك، كلهم ينطونك. وأما قضية تأشيرة الدخول إلى بريطانيا فيزا، يا أخي أنا بنفسي ما عندي. أنت شنو تتكلم؟ وبعدين سمعت أيضا من الإخوة أنه هذا ليش ما يعطوا هذا على قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا، لأنه إرهابي كان من تنظيم القاعدة ومسجون في المغرب بسبب تهمة الإرهاب. فهو يدري، شوف الخبث، يعلم بأنه لا يمكن أن يطأ بريطانيا لأنه على قائمة الممنوعين، حتى لو إحنا مثلا نصرف له، حتى لو إحنا نسوي حملة تبرعات، عبد الله خلاف يطلع على القناة يقول يلا تعالوا تبرعوا، حتى هذا الفزازي يجي إلى 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 لندن والناس من المساكين يتبرعون، هم لم نعطيه الفلوس هم يأكلها الفلوس، يقول ما أعطوني فيزا. إحنا شو نسوي لك؟ إحنا شنو، إحنا مهيمنين على الحكومة البريطانية؟ لو أصلا أكو تواصل بينه وبين الحكومة البريطانية، شنو هذا الانحدار؟ شنو هذا الهبوط في الطرح؟ احنا قلنا من لا يتمكن ان ياتي نحن نتكفل باموال تكاليف شنو الاتصال به، نتصل هاتفيا. انت مو تريد تتناظر؟ تناظر بعد بلا حكي زايد وحركات قرعه وبهلوانيات، تناظر خلص. هذا نتصل عليك تليفون، او نشوف عن طريق، قالوا الاخوه عن طريق الانترنت اكو رب، ممكن يكون صوت وصوره ايضا في نفس الوقت. خلص يا اخي انت تاخذ وقتك واحنا ناخذ وقتنا، ليش تعقد الامور وليش كذا؟ او انه لا، هو ياتي الى 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 المغرب، يقول خليه هو ياسر حبيب ياتي الى المغرب، هو يعلم انا جواز ما عندي، هذا واحد. ثانيا يعلم بانه اذا اروح للمغرب ثاني يوم حكومه المغرب تاخذني تسلمني لحكومه الكويت، حكومه المغرب هم فلوس يحتاجون، حكومه الكويت تيجي تقول نعطيكم نص مليار وسلمونا هذا يا بلاش، تنتهي القضيه. فاذا ما صارت لا مناظره ولا بطيء. انت تريد مناظرة لو تريد تحط خلي الشروط تعجيزية وسخيفة الناس تضحك عليك، خلي بطلون هالحركات هذه. وفي أيام المناظرة شوف سبحان الله، الآن هاي دعونا للمناظرة شنو طلعوا لك الآن بالكويت؟ راح طلع واحد نائب بكري بالكويت، هذا الطريجي عبدالله الطريجي، وصرح تصريح خطير، تصريح خطير، حتى أنا ما كنت أعرف هذا الشيء عن نفسي على الأقل، ما كنت أعرف، يا ريتهم صحيح. قال أنه أكو هنالك، تلقيت تقريرا أمنيا أنه هنالك خلايا وشبكة
شبكة تجسسية متغلغلة في وزارات الدفاع والداخلية والإعلام في الكويت، وهذه الشبكة مرتبطة بياسر الحبيب وهدفها إسقاط النظام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. أنتوا ايش بيكم؟ وش قلت تثبتون التهمة على أنفسكم؟ تسوون صلوات على إسقاط النظام، خطأ. فيلم هندي؟ لا، صلوات استخبار بعقوله. فيلم هندي شيخنا، فيلم هندي جديد يعني. لا، واللطيف شنو يقول؟ يقول أنه ليش النظام في البحرين ما سقط؟ لأنه هذه الشبكة أيضا موجودة، يعني أنا لا هم دولي ترى، يعني مو بس بالكويت، في الكويت والبحرين، وقال أيضا ما يسمى السعودية، كل الخليج راح يصير تحت يدي ترى. يا كم سنة مو يعني يا كم سنة كم يوم شبكة ومتغلغل وزاد داخلية ودفاع، شنو يتبغى؟ إشارة واحدة خلص انتهى. قال لأنه من البحرين شنو كشفت كشفت الشبكة، فلذلك ما سقط النظام. شايف شلون؟ يعني ترى هو شبكتنا، ترى مو الشعب كله ثار، لا هاي الشبكة احنا مخلين، وهاي الشبكة دا تخترق حتى احنا نسقط الأنظمة الخليجية ونسوي البحرين الكبرى. وتحليلات عجيبة وغريبة، ويعني كلام هذيان سخافة في الطرح حقيقة، يعني حقيقة الواحد ما أدري، يعني هؤلاء بالفعل من كل عقلهم يحجون هذا الكلام؟ أي شبكة، أي بطيخ، أي خلايا، حتى كتبوا، أنا قرأتهم ذات مرة، كتبوا أنه خلايا مسلحة عنده. يا خلايا مسلحة، قناته ما قادر يمشيها الرجال، وين خلايا مسلحة؟ أسلحة من وين يشتري الأسلحة؟ بالله عليك منين يجيب أسلحة؟ منين يطبب الأسلحة؟ إلى متى هذا الأسلوب؟ إلى متى هذا التفكير؟ يعني ما قادرين تردون بالحجة، يريد أن يفتعل. شوفوا شنو السبب الآن يطرح هذا الموضوع، يريد أن يفتعل مشكلة سياسية جديدة معي، هاي القضية فقط، ويشغل الساحة والرأي العام وكذا، مشكلة سياسية، وتعالوا ترى أتباع ياسر الحبيب تغلغلوا، مو سيتغلغلون، خلاص انتهى ترى. وحتى قال أكو مناصب، يعني أفراد مسؤولين مناصب في الحكومة الكويتية، هذولا أعضاء في الشبكة. يعني أنا بيدي الآن يمكن وزير دفاع يصير عميل إلي مثلاً، عرفت شلون؟ قائد البحرية، وزير داخلية، عرفت شلون؟ قائد القوة البحرية، نائب وزير داخلية، ما أدري شنو كذا. يعني شنو هال تفاهات؟ أنا قايل من ذي قبل، أنا إذا أريد أن أشتغل شغل سياسي، أنا أعرف شنو أسوي بيكم، أنا أعرف شنو أسوي بالأنظمة الخليجية، بس أنا من قديم طلقت السياسة ثلاثا، لا رجعت لي فيهن. أحرم علي وعلى طاقمي كل شخص اللي يرتبط بي أن يعمل عملا سياسيا، قد أوجه سياسيا هذا شأن، أما أسوي لي شبكات وخلايا وما أدري شبكة تجسسية وتغلغل وكذا، أنا ما أسوي، ما لي خلق، يعني ما لي خلق، عرفت شلون؟ ما لي خلق، رايح على أبو بكر وعمر وعائشة كافي، ما رايح وراء القضايا السياسية. وإلا أنا لا يا أخي، أنا إذا أريد أشتغل شغل سياسي حقيقي وأفرغ نفسي وأوظف نفسي ويعني أصرف كل طاقتي من أجل إسقاط الأنظمة، أسقط الأنظمة، أعرف شلون أأذي. أنا أصلا يعني عقليتي بالأصل سياسية، كانت بالأصل، أنا بالجامعة تخصصي كان علوم سياسية بالأصل، واللي يعرفون بالكويت أنه أنا من الصغر في أي هرميات سياسية كنت موجود يعرفون هذا الشيء جيدا، عرفتوا شلون؟ فأنا أنا أحلل سياسيا كذا، أي نعم، بس أنا من زمان شفت يعني هذا العمل السياسي عمل يعني وجع راس، بصراحة وجع راس. وأنا أكثر شيء يفيدني ويفرحني عند الله تعالى أنه أكثر عدد أتباع أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام. عمل سياسي ما يؤدي إلى هذا، عمل سياسي يؤدي إلى رفع ظلم، يؤدي إلى تكوين دولة شيعية مثلا كذا، هذا نخليه لغيرنا. أنا المهم خلوني على أنه شنو أكثر عدد الشيعة في العالم إن شاء الله، هذا هو المهم عندي، بس أنا ناظر نفسي لهذا الشيء. فلازم يستوعبون هذول البهايم، ما يفتهمون حشاكم، يوم اللي اعتقلوني هم أمن الدولة، المفروض معتقليني على أنه شنو تطاول على الصحابة وأمهات المؤمنين، مو هالشكل؟ بدلا ما يناقشني في هذا حقه ما يحول هاي القضية، يناقشني في قضايا سياسية. ليش ذاك اليوم في سنة 97 كنت كاتب مقالة ضد الحكومة وضد النظام؟
ليش ذاك اليوم كنت ما ادري ايش مسوي وين شو اسمه متصور انا عندي ميليشيا داخل الكويت ودا ابني ميليشيا. يعني كلام سخافات يتوهمون اشياء اكبر بعيده جدا عن الواقع ويحسبون كل صيحه عليهم. وسبحان الله طلع لك هذا خلفان، ماكو خلفان. شرطه دبي هذا قائد شرطه دبي راح سوى مؤتمر طويل عريض ردا علي على انه لا خلاص ترى هذول الشيعة بالفعل قرروا خلاص هذول راح يحكمون الخليج، راح يسقطون شو اسمه يسوون البحرين الكبرى. والدليل هذا واحد مشايخ الشيعة طلع في لندن وقال البحرين الكبرى، وهذا دا يتغلغل وكذا ويرد علي بشو اسمه مؤتمر امني خاص. يا اخي اذا انا عندي اذا انا بالفعل دا اقود تحرك على الارض اصلا ما اخفيه، لو اريد ان اقود تحركا سياسيا على الارض انا اعرف شلون اذي واعرف وين اضرب، مو ما تتفوقون علي يعني سياسيا، انا اعرف شو اسوي وادري انه الحل اذا اريد اسقط الانظمه الخليجيه ما اسقطها بشبكه تجسسيه عندكم بالكويت او في البحرين او في ما يسمى السعوديه، اسقط الانظمه من هنا، اسقطها من هنا المفتاح مال الانظمه لندن وواشنطن. انا اعرف شلون اسوي هنا مع الحكومتين الأمريكية والبريطانية، أخليها تشيلكم كلكم تذبكم بالبحر. أنا أقدر أقوم بهكذا مقايضات؟ ما أقوم، ما عندي هكذا تحرك، ما أحتاج لا لسبك شبكة تجسسية ولا لما أدري شنو. الله والشبكة التجسسية بالكويت كأنه الكويت يعني أكو شيء سري، وبنفس اللحظة أنا الآن أي معلومة إذا أريد أطلعها بتليفون واحد أطلعها. أنا هسه يمكن واحد ما لازم هذا الكلام، أنا وقت اللي كنت ألاحق بالكويت بعد السجن يعني أريد أطلع من الكويت يعني متردد أطلع ما أطلع، شلون الوضع على الحدود، شلون الوضع بالمطار كذا، حتى أعرف شلون الوضع أنا سويت اتصال مع واحد بكري كان بوزارة الداخلية، يعني واحد بكري يعني واحد واصلات عرفت شلون، واحد بكري قلت له تشيك شوف لي شنو الوضع، شوف اسمي على الممنوعين اسمي مو على الممنوعين، واعطاني شو اسمه وانا اللي خصمهم اللدود. يا اخي انا حتى بكريين اقدر اشتريهم، مو فد شيء صعب انه واحد يطلع معلومات يعني من وزاره الداخليه ودفاع بالكويت او يطلع معلومات من الادارات الرسميه، هذا الشيء احنا اهل الديار ونعرفه مو شيء صعب. هذول مسوين قضيه انه شبكه وكذا وتسقيط النظام، يا اخي يا اخي ام يا ريتهم صحيح حتى يسقط تسقط الانظمه، بس مو صحيح يا اخي. تعالوا تكلموا في القضايا العقائدية، تعالوا تناظروا، تعالوا تناقشوا، بطلوا من هال يعني الكلاوات وهالحركات. نرجع القضايا العقائدية السخيفة. الأخ ممدوح من الرياض يقول سؤال، وظهر الأخ بكري يقول أبو بكر إذا كان اللي ما هاجر مع الرسول، يعني فضيلة أنه هاجر مع الرسول هو يرى، وبما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يطلع على الغيب، لما لم يطلع على فساد صاحبه غيبيا؟ وإن عرف بأنه يعني فاسد لما اتخذه صاحبا؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وآله كما سبق وبيناه غير مرة لم يصطحب أبا بكر معه، وإنما أبو بكر دخل على الخط. نعم، هذه روايات أهل الخلاف تقول، يعني الرسول صلى الله عليه وآله لم مثلا يتفق مع أبي بكر قبلها بليلة أو بليلتين يقول له أنا سأهاجر مثلا في هذه الليلة أو في صبيحة هذا اليوم، وأنت عليك أن تلتحق بي الساعة الكذائية، نلتقي عند المكان الكذائي ونمضي معا. لا، الروايات البكرية تذكر في صحاحهم وفي مصادر السيرة، على الأخ أن يراجع، يعني مو مشكلتي أنه هو ما مراجع، أنه تذكر أن أبا بكر خرج من بيته بشكل طبيعي وذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يجد رسول الله هناك، وجد عليا صلوات الله عليه، فسأله أين رسول الله، فقال رسول الله خرج، فقام أبو بكر وركض حتى يلتحق برسول الله صلى الله عليه وآله، فالتحق برسول الله، وكان رسول الله في البداية يظنه عدوا لما كان يجري وراءه بالليل وظلام، فكان يظنه عدوا، فكان النبي يركض من جهته أو يهرول، إلى أن يعني سمع حسب روايات أهل الخلاف طبعا، إلى أن سمع صوت أبي بكر، وأبو بكر قال يا رسول الله هذا أنا أبو بكر يعني لست عدوا وكذا، فجاء مع النبي صلى الله عليه وآله هكذا بغير سابق ميعاد، بغير سابق تخطيط وترتيب.
فلا يصح أن تعبر هكذا تقول إن النبي اصطحب أبا بكر، لا، لم يتعمد اصطحابه، وإنما أبو بكر دخل على خط سير رحلة النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي كان مع من؟ كان مع دليله عبد الله ابن أريقط ابن بكر، هذا الدليل، الدليل الذي كان يقود ناقة النبي صلى الله عليه وآله، النبي هو اتفق مع هذا الدليل، وهو من المشركين، كان هو من المشركين. وأنتم تقولون أنه ما آمن، قول ضعيف عندهم أنه آمن بعد ذلك، ولكن ظل مشركا، يعني إلى مرحلة إيصاله النبي إلى المدينة المنورة ورجوعه ثانية إلى مكة، هذا عبد الله ابن أريقط ابن بكر مشركا، وصاحب النبي طوال هذا الطريق. فهل تقول بأنه هذا إذن صار إنسانا مؤمنا ومسلما لأن النبي اصطحبه، وكيف يصطحب معه يعني رجلا مشركا؟ هذا أمامك التاريخ، هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه السيرة النبوية، اقرأها في أي كتاب، سيرة النبوية لابن هشام، اقرأ كل السير اللي موجودة تذكر هذا الشيء، قد اصطحبه النبي وعاد مشركا ما آمن، قول يقول بعد ذلك يعني بعد سنوات آمن، الله العالم. المهم، المهم أنه النبي الذي اتفق معه لكي يكون صاحبا له في هذه الرحلة كان هذا الدليل، القائد الناقة المشرك لم يتفق مع أبي بكر، إنما أبو بكر دخل على الخط فجاء معهم في الطريق، هذا هو فقط. فهذه ليست فضيلة لأبي بكر، هذه أبدا ليست بفضيلة. وأبرز ما يرد كونها فضيلة أن تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه يقول سبحانه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ولم يقل عليهما. ونحن نعلم أن الله تعالى لا يحرم المؤمن من السكينة إلا أن يكون منافقا، لأن الله تعالى كذلك يقول فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإذا كان أبو بكر مؤمنا فكان ينبغي أن تنزل السكينة عليهما، على رسول الله وعلى أبي بكر، والله قصر السكينة فقط على رسول الله، فقال فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فإذن هذا يكشف عن أن أبا بكر منافق، لأن الله حرمه من نزول السكينة عليه. تقول كيف يصاحب المنافق رسول الله مثل ما صاحب المشرك رسول الله؟ كيف يقرب رسول الله المنافق على فرض أنه قربه؟ اقرأ صحاحك، أحاديثك، لا تقرأ أحاديثنا، لو قرأت وتفقهت وتعلمت لما نطقت بمثل هذا الإشكال المضحك. اقرأ في صحيح البخاري رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، حديث صحيح عندكم، قال ما مضمونه؟ ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليه. يعني رسول الله يبين لك ولي ولكل أمة الإسلام أن كل نبي وكل خليفة يكون له بطانتان، بطانة خير وبطانة شر. يعني رسول الله يقول ولم يقل أنا استثناء، فإذا لابد أن من بطانة رسول الله، بطانة يعني شو؟ يعني المقربين حول رسول الله، لما يقال الآن هذا بطانة الملك، من بطانة الملك مثلا، يعني ماذا من بطانة الملك؟ يعني من المقربين عند الملك، من المحيطين بالملك، صحيح؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عندي أنا مثل ما عندي بطانة خير عندي بطانة شر، فليكن أبو بكر من بطانة الشر، ليس مجرد تقريبه، تقريب النبي إياه له وجعله مثلا صهرا له، جعله صاحبا له يقوم معه ويقعد معه،
هذا كاف في إثبات إيمانه، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله يقول من بطانة من المقربين بطانة شر منافقون، فليكن أبو بكر من هؤلاء بدلالة الآيات والروايات. فإذن هذا الإشكال لا وجه له أصلا، وناشئ من الجهل في الواقع. حديث عائشة تقول لم ينزل فينا القرآن، هذا صحيح؟ هذا هم يروونه، نعم، هم يروون في البخاري أن عائشة تقول لم ينزل، لا تقصد يعني لم ينزل بمدحنا؟ اي نعم، يعني تقريبا هكذا من سخافات عائشة كذلك. نعم نعم. الأخ بسام كان عنده نقطتين، واحدة عن الأخت العراقية اللي قتلت في أمريكا بسبب حجاب، بس ما فهمت بالضبط الصوت، كان في مشكلة في الصوت. بس قتلت في أمريكا بسبب الحجاب؟ بسبب الحجاب، نعم، صار في حملة للنساء يلبسون الحجاب تضامنا معها أو شيء من هالأمر. عجيب. قضية عنصرية، قصة حالة قتل عنصري. ما عندي علم الصراحة. إيه حالة طبعاً. عموماً النقطة الثانية اللي طلب منكم شيخنا إنه توجهون رسالة توضح إننا بريئون من البكرية إلى منظمات دولية. يعني ك يعني هذا الأمر سبق من البكرية بسبب الإرهاب. نعم نعم، هذا الموقف الحمد لله تبين في تصريحاتنا السابقة، وبإمكانه أن يرجع إلى موقع القطرة فيجدها من سنوات حقيقة، يعني من وجودي في الغرب هاي السنوات صرحت بهذه التصريحات لما جاءت وسائل الإعلام أو المؤسسات الأكاديمية أو ما أشبه وطلبت مني موقفا أو رأيا تجاه الأحداث الإرهابية التي وقعت، فجرمت الطائفة البكرية في ذلك، وقلت أن الثقافة البكرية هي السبب، هي السبب وقوع هذه الحوادث الإجرامية والإرهابية. وتثبت هذا سواء في الأسئلة التي وجهت إلينا من المؤسسة العالمية للحضارة الإسلامية التي كانت على في نيويورك، يمكن موقعها أظن، أو واشنطن، التي واشنطن أي التي كانت على تواصل مع المراكز البحثية في الجامعات الأمريكية، وطلب منها موقف من مجموعة من علماء الدين وأنه ما رأيهم في هذه يعني في هذا المشكل الإرهابي يعني الذي يجتاح العالم، فوجهوا لي الأسئلة وأجبناها وترجمت وأرسلت إليهم وتسجلت في يعني في أرشيف تلك الجامعات. هذا أمر. أيضا لما جاءوا البي بي سي ذات مرة وقابلونا تحت تذكر بي بي سي فور، وأيضا ثبتنا هذا الموقف في هذا التصريح. كذلك أيضا الشيعة نيوز بيبر، الشيعة نيوز بيبر أيضا الأعداد التي صدرت و وزعت كذلك على يعني شخصيات الأكاديمية والسياسية والجامعية في بريطانيا وفي غيرها من الدول الغربية، أيضا كان هذا الموقف واضح في تصريحاتنا هناك أنه This is another Islam، هذا إسلام آخر. إسلام آخر، هذا الإسلام الذي يحض أو يشجع على الإرهاب والقتل والدموية، هذا إسلام اصطنعه بطانة المنافقين التي كانت محيطة بالنبي صلى الله عليه وآله وجاءت من بعده وتولت مقاليد الحكم، وإلا إسلام رسول الله وإسلام أهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام أبعد ما يكون عن الدموية والإرهاب. فعموما هذا الموقف أقول للأخ الكريم العزيز أننا ماضون فيه وثبتناه وما يعني ماشين به الحمد لله تعالى، ولا بد أن تتضافر جهود جميع المؤمنين في هذا الشأن حتى نفرز أنفسنا عن أن يمثلنا هؤلاء أو أن يلصقوا هذه الجرائم بالإسلام العظيم والإسلام منهم وعم والإسلام الأصيل طبعا والإسلام من هذه النزعة الإرهابية الدموية الوحشية، براء لا شك ولا ريب. أحسن سماحة الشيخ، بارك الله فيكم. التي قتلت بسبب الحجاب، ما أعرف الموضوع، لازم أحيط بالموضوع من كل جوانب حتى أعلم إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين، في ختام حلقة اليوم من البث المباشر نشكركم على حسن المتابعة والمشاركة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. في أمان الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والعن أعداؤه.